صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تحيه لكل من يلتقط صوره قناه حنبعل. مرحبا بكم في عدد جديد من يلي معنا، فقرات مختلفه وضيوفنا في الموعد، كلنا في الموعد لمؤنستكم طيله ساعتين من البث المباشر. رافقني اليوم في دبارت اليوم الشيف سليم الدهماني. صباح النور شيف. صباح الخير ايمان، صباح الخير انتواسه، شنو احوالكم؟ الحمد لله، انت لاباس؟ الحمد لله يا رب. اطباقنا اليوم من اي مطبخ؟ اليوم عندنا مطبخ تركي، تعرفوا اقرب مطبخ التونسي، قلنا نوريه للساده المشاهدين وان شاء الله تعجبهم الاكلات. به ان شاء الله اقتراحاتنا تلقى اعجابكم. بعد شويه ناخذ كل التفاصيل معك شايف في البدايه، وكيما كل حلقه نذكركم بطرق الاتصال والتواصل معنا على ذمتكم، رقم التليفون، الاس ام اس، الموزع الصوتي والفاكس. مرحبا بكل اصواتكم على رقم 70944955. مرحبا بالارسال القصير على رقم 78887. تكتبوا لنا يغرك ام اسباس والاقتراح. تنجموا تخليوا لنا زاد رساله صوتيه على رقم 88401131. الموزع صوتي مفتوح لمتابعي اللي معنا وكل البرامج التي تبث على قناة حنبعل. مرحبا بمراسلاتكم لكل الجمعيات والمنظمات. احنا في الموعد لتخطيط مختلف انشطتكم، وين انتم موجودين في اي ولاية، كاميرا يلي معنا وحنبعل في الموعد للتغطية. الرقم متاعنا 79449935 وإلا 79449919. فقط راسلونا قبل أسبوع تقريبا من الأنشطة متاعكم حتى نتمكن من الوجود على عين المكان والقيام بالتغطية الإعلامية اللازمة. شايف قبل ما ناخذ التفاصيل، عطيني على الأقل أسماء الأطباق اللي نقترحوهم اليوم على السادة المشاهدين. اليوم نقترحوا شربة عدس، تعرف الدنيا باردة لازمها شربة باهية. عندنا شربة عدس، وفي الطبق الثاني عندنا كفتة حسين باشا، اللحم مفروم بالبون بوري، وفي الديسير عندنا تريف دو شوكولا محشيه بالشاميه. بالشاميه، فوالا شفت الشاميه. وهذوما الاكلات التركيه نجم نقولوا المعروفه، اكثر الاكلات التركيه المعروفه واللي اقرب للتونسي. نعم، الاقرب للتونسي، ربما متوانسه اللي مشاو لتركيا عندهم فكره على الاكله هذيا. فماش احنا يعني اكلات تونسيه خذيناها من الاطباق هذيا، يعني اقتبسنا الفكره وعملنا تبقي شبه له. عنا كيما الدولمة التونسية، كيما الفلفل المحشي، كيما أي حاجة باللحم مفروم تبدأ من فوحة وتبدأ في الصوص الحمراء، معناتها من الأكلات التركية. نعم، هي بالأساس تركية، وإحنا تو ونحن اقتبسناها ونحن زدنا فيها حاجات بالطبيعة، الهريسة والطماطم والفلفلة التونسية. الفحات التونسية نتاعنا المحرحرة كيما قلت. نرجع لك بعد شوية سليم حتى ناخذوا مكونات كل طبق. بلدية مشاهدينا، نعطيكم فكرة على أهم فقراتنا بالنسبة لليوم. حدث وتاريخ من ضمن الفقرات اللي باش نشوفوها اليوم، وهي من فقراتنا القاره ستار نيوز. كما كل سبت نحكيو على اخر اخبار النجوم ونسلطوا الاضواء على التظاهره هذيا، ومن بعد نحكي لكم عليها اكثر. والصغيرات حاضرين معنا كما كل سبت من خلال فقره قصيره، اما نحاولوا نخلي لهم الكلمه اليوم. هما استوس بوتي موجوده معنا لكل السيدات اللي تبعونا، واستوس ديكور وافكار جديده نحاولوا في كل مره نعطيكم اخر ما صدر في عالم الموضه والتسويق الداخلي ايضا. مش هذا فقط اللي باش نشوفوه، خليكم معنا في المتابعه. رحلتنا انطلقت تمام التاسعه، تتواصل الى 11 صباحا. نرجع للشيف حتى ناخذ مكونات كل طبق، ثم ننطلق واياكم في استقبال ضيوفنا. نبداو بالطبق الاولاني شيف. الطبق الاولاني هو قلنا شوربه عدس حاره شويه. المكونات بتاعها زيت، بصل، سفناريه، نحطوا شويه فلفل اخضر حار والفلفل زينه حار، والعدس بالطبيعه، والعدس لازم يكون العدس الاحمر. العدس لا، هذا لونه برتقالي. ما نفخ في الماء في الماء دونك اللون يفتح شويه اقرب اللون نتاعو للسفناريا. صحيح. باش يتميز يعني الفحات نتاعنا باش تتميز بالنسبه لتركيا، ناخذوا المقادير مع بعضنا وبعد نرجع للفحات. المقادير 250 غرام عدس احمر، كعبه بصل، كعبه سفناريا، زبدة، ملح، فلفل أكحل، ومغرفة صغيرة فلفل زينة. باش يفوحوا الأغلب معناها الأطباق التركية، شنو هو الميزة نتاعها؟ نعرفوا فما مطابخ تكون مكلتهم حارة برشا ولا تحس الفيح أقوى من المطعم الأساسي نتاع المكونات معناها.
الاكل الميزه بتاع المطبخ التركي هو مفوح، اما الفيح بتاعه مش تونسي، شبه التونسي ماهوش تونسي. معناتها ترقى الفلفل الشايح، ترقى نعناع شايح، ترقى التبل والكرويه، ترقى ما ترقاش الهريسه، ما ترقاش الحرحيره والتوزويزه بتاعنا نحن، ما ترقاهاش هذيك الفرق. ربما هكاك تولي هما اكلتهم يعني صحيه اكثر، هي بعد اسبوع فما ناس مش موافقين في البرد يلزم الحار. اوكي نتعداو للطبق الرئيسي نتاعنا. الطبق الرئيسي نتاعنا هو كفته تحسين باشا. المكونات نتاعو لحم مفروم، معدنوس، بصل، بطاطا باش نعملها بومبيري نخلطوها بالجبن، طماطم، الفاح تاع اللحم هو ملح وفلفل اكحل بالطبيعه، تابل وكرويه ونعناع شايح، ونعملوا عظمها باش الخليط نتاعنا يبدا متماسك. باه دونك العظمه فقط باش نلموا بها الخليط، باش يتلم، باش بعدك نحطوه في الكوشه. أي؟ ما يتحلناش اللحم ويقعد الشكل بتاعه يكون مسحب. نعم، باهي نتعداو للديسير نتاعنا، وعندنا برشا حاجات حلوه، شاميه وشوكولاته. ديجا انا قدامي المكونات وظهرت لي باش تطلع اكله بنينه برشا ان شاء الله. ان شاء الله ناخذوا مع بعضنا المقادير، نذكروا باسم الطبق. هو شوكولاته محشيه بالشاميه المعروفه بالتريف دو شوكولا، بون حطينا فيه الشاميه من داخل باش يعطي اكثر للشرقي. اي مكونات بتاعه شوكولاته كحله، هو رطل، يكفي شوكولاته كحله، عليه 100 غرام كريم فريش، عليه شاميه، الكاكاو باش بعدك تشلفوا فيه الشوكولاته بتاعنا، وعنا الهيل المرحي. ما ينجمش يقوي لنا المطعم الهيل ديجا مش الناس الكل يحبوه في القهوه، يعني فاكولتاتيف. هو تنجم تحط هيل كيما تنجم تحطش، تنجم تحط سكر فاني كيما تنجم تحط اي اروم تبدا تحب. فوالا اذا كان نعرفوا روحنا مانيش ياسر من هواية الهيل، ما نحبوش برشا، دونك يل فو ميو باش نبدلوه. نجمو فاني، ساشي فاني، سكر فاني سي سيفيزون. باهي داكوردو سليم، نبداو. وباش نعملوا اليوم نحاولوا كيفاش نعملوا بالشاميه وكيف كيف نعملوا بالسوريز. شوكولاته محشيه بالسوريز من الداخل باش نغيروا الالوان، وكيما حكينا الاسبوع الفايت على الشكل تاع الطبق وعلى المنظر تاع الاكل وبتاع. باهي اوكي، ديما نحاولوا نكونوا واكبين على كل إن شاء الله. إن شاء كل ما هو جديد حتى في كيفيه تقديم الاطباق. بالطبيعه بالطبيعه بالطبيعه. ونشوفوا اليوم بروتربي تنشوفوا معناتها الطبق سامبل على الاخر، والديكوراسيون بتاعه سامبل على الاخر مي حلو. باهي يعطيك صحة، شايف نرجع لك بعد شوية نخليك تنطلق في إعداد الأطباق هذوما. نذكروا اللي اليوم اقتراحاتنا من المطبخ التركي هي الأكلات الأقرب للتونسي، معناها تشبه لنا إلى حد كبير. الشوكولاتة نعرف ناس الكل تحب شوكولاتة، والدفي مع البرد هذايا. ونهار السبت لازم شوكولاتة. باهي نهار السبت لازم شوكولاتة. ودايما يغطي في هذايا نجم نعمل حتى كادو. باهي دونك بعد إذا كان البريزونتاسيون نتاعو مزيانة يظهر لي نجم يتهدى. يعطيك صحة شايف ميلا، نبداو نحضروا الأطباق. احنا ماشيين لأول نغم حاضر معانا وديعة مراد، ونرجعوا ونشوفوا أول ضيف حاضر معانا اليوم. كما كنا أعلنا البارح في بداية كل شهر نحاولوا نطرحوا موضوع يهم المسنين، نخصوا لهم جزء من حلقتنا حتى نحكيوا على المسن من ناحية صحية. حاضرة معنا اليوم دكتورة إيمان القسنطيني، مختصة في الطب الباطني والكفاءة في طب الشيخوخة، باش نحكيوا اليوم على الشيخوخة. كيفاش التونسي وقت اللي يوصل يصبح مسن وإلا شيخ ينجم تكون المرحلة هذية يعيشها وهو في صحة جيدة ويكون سعيد في حياته؟ معناها بعد فترة التقاعد ما نحبوش التونسي ولا التونسية في المرحلة هذية من العمر يولي ماهوش مستقل، كل حاجة يتطلب معناها وجود شخص آخر في الدار في حياته حتى يعاونه على كل شيء. احنا اليوم باش نركزوا على الوقاية. الوقاية شنو هو الهدف منها؟ ديما نقولوا الوقاية خير من العلاج. شنو هو آليات الوقاية اللي نجمو ننصحوا بهم الناس اللي قريبا جدا باش يكونوا مسنين، والا الناس اللي هما توا مسنين كيفاش نجمو ننصحوهم؟ الناس اللي عندهم امراض واللي ما عندهمش امراض حتى تكون فما جودة في المرحلة هذه ويستمتعوا بحياتهم كما يلزم، لأنه وقت اللي إنسان يخرج من الخدمة يتقاعد يبدأ عنده برشا وقت، ماذا بينا الوقت هذاك يقضيه
مش مريض، مش في الفرج، مش طبيب داخل خارج على الدار، لا يستمتع بالحياة بعائلته بأحفاده إلى غير ذلك. باش نحاولوا نعاونوكم ببعض. أنا صباح النور دكتورة. صباح الخير. مرحبا بك. يعيشك. يعيشك. الوقاية بالنسبة للمسنين نراو أنه الوقاية مهمة لأي إنسان في أي مرحلة من العمر، ولكن ربما تاخذ أكثر أهمية في المرحلة هذه، يعني في المرحلة المتقدمة هذه اللي باش نحكي فيها اليوم. بالتأكيد كما قلت أنت قبلي كالمثال اللي جاء اللي بديت به، الوقاية خير من العلاج. وهل البروفيرب هذا مثلا أكثر حد يستحق باش نطبقوا عليه هما غير المسنين. نعم. طبعا الأعمار الكل فيهم وقاية، أما بالنسبة للمسنين الوقاية حاجة مهمة مهمة جدا جدا. وفي أغلب الأحيان مثلا الوقاية اللي نعملوها لهم مثلا النصائح والحاجات اللي ناخذوهم الاحتياطات للوقاية من أمراض ولا من مخلفات السن ولا مضاعفات ولا حاجة، هي اللي تخلينا نجموا نعيشوا معناتها حياة شيخوخة في ظروف طيبة. ولا خاطر هذاك هو الهدف، هو ديجا لازمنا نعرفوا من الأول احنا من الأول شنو الانتيغي، شنو نحبوا احنا، ويس كون فو اريفي، نحبوا نخلطوا اللي العباد اللي يدخلوا في سن الشيخوخة ولا اللي هما ديجا دخلوا في السن هذية يعيشوا ان تخوازيام اج في ظروف طيبة، يعيشوا دونك اوتونوم كو سور لو بلان معناتها كو سوا ذهنيا جسمانيا في الجسد نتاعهم، دونك سوسيال في المجتمع. دونك هذا الكل ما نجم يصير الا ما يصير وقاية من قبل، فما تحذيرات. ما نجمش يجي الشيء وحده. فما عباد ظروفهم الصحية باهية وما يلقاوش مشاكل يخلطوا سن الشيخوخة ما غير حتى شيء. أما هو من عند ربي العمر ديجا افيك لاش من لا فيزيولوجي اومان حاجة ناتوريل، ثم برشا حاجات في الجسد نتاعنا الخلايا تكبر صحيتك الخلايا تكبر باش يصير فيهم معناتها ان فييسمون ولا الفييسمون ديال الخلايا، شيخوخه الخلايا صحيت في كل شيء، في كل الاجهزه، في كل الاعضاء نتاع الجسم. نعم. ولا وفما برشا اعضاء وفما برشا اجهزه اللي نجموا ناخذوا عليهم احنا احتياطات احتياطات مع الكبر باش نخليوا العبد هذا يعيش في احسن الظروف. الى اي مدى دكتوره معناها الوقايه لو احنا توا باش ننصحوا، الى اي مدى نجموا نتغلبوا على الامراض، نتغلبوا على المشاكل الصحيه؟ هل انه الوقايه بالحق منها جدوى، والا إذا كان يتابعوا فينا مسنين يقول لك أنا عندي المرض الفلاني والفلاني والفلاني، توا وقاية كيفية معناها سي أنا مريض عندي أكثر من مرض مزمن؟ نحب نقولوا أنه الوقاية راهي شاملة، مفهوم شامل يشمل حتى طريقة المشي، طريقة الأكل، شنو ناكله. بالطبع الوقاية هي مفهوم شامل، وحتى كان واحد عنده أمراض ديما فما حاجات نجم نعملوها على خاطرهم وقاية. ما فماش مثلا هذه حاجة ما توفاش، مادام واحد مازال موجود على قيد الحياة، مادام فما حاجات نجم مثلا في دي زاكسيون تاع بريفونسيون تاع وقايه في لي دومين الكل، مثلا كل كو سوا لي دومين. باهي دونك شنو نحكيو ان بو باش نفهموا على شنو نحكيو اكزاكتومون. اول حاجه نبداو نحكيو على التوسكي سنسوريال الحواس. باهي نعرفوا احنا مع العمر ديجا فما نقص في النظر. اول حاجه يعني اي عبد اي انسان مراه ولا راجل كبير ابارتيغ دان سارتان اج يلزم سيستيماتيكمون يمشي يعمل كشف ولا عند طبيب العينين. فما امراض نتاع عينين تجي مع العمر. نعم. ما نراوهمش عند الصغار. نعم. كما الكاتاراكت. نعم. ولا هذيك الابيض نتاع العين. نعم. اللي هو يغير حياه العبد، معناتها انت تجي عندك الكاتاراكت تولي مع الشراب بالكدا، تصور انت عبد مع الشراب بالكدا يولي ديبوندون يولي يستحق اون اوتر بيرسون. ينجم يتيح في دار ينجم يتيح ويستحق عبد اخر بور لاكتيفيتي دو لا في كوتيديان نتاعو. دونك العبد اول حاجه دونك عمليه بسيطه جدا ولا تنجم تغير لك حياتك. نعم. ولا او ما فماش كان الكاتاراكت، فما مشكلة الجلوكوم لا بريسيون في وسط العين. بيان سور الامر الكبار اللي عندهم مرض السكري هذوك مازالهم يشدوا بالعينين ديجا بطبيعتهم هذوك مراقبه دوريه لنا. وما احنا ديزون باش نحكيو على عباد اللي ما عندهمش دوما امراض من قبل، العباد اونتر كيمي نورمو اللي ما عندهمش امراض، هما بيدهم يلزمهم كشوفي يلزمهم معناتها لازمنا نفيقوا بهم شنو المشاكل الصحيه نتاعهم. توجور في الحواس عندنا مشكله السمع، حاجه زاده مهمه برشا ونلقاوها برشا في تونس احنا، تفيق بهم العباد الكبار ما عادش يسمع بالكدا، يقوي التلفزيون كي يجي يتفرج في التلفزيون. لكن احنا مشكلتنا ديما معناها دكتوره المشاكل هذوما نتاع نقص النظر، نقص السمع، كذا يعني المشاكل تجي في العين، الماء، الى غير ذلك، ديما نقولوا امراض كبر نقطه ونسكتوا وما نمشيوش للطبيب. يعني هل انه عادي دكتوره في عمر معين وقت ما اليوم ما عادش نسمع مليح ما عادش نشوف مليح
ما نمشيوش لطبيب نقولوا مرض نتاع كبر با دو تو ماهوش عادي حتى تعرف هو عادي اللي واحد نجم يولي ما عادش يسمع بالكدا ولا ما عادش يراب بالكدا هذه هي الحاجه العاديه اساس الفيزيولوجي اما توا فما حلول وعلاش واحد يحرم روحه من حلول موجوده نعم. الطب تقدم ما تبرش حاجات جدد فما ما عادش لا ميديسين ماناش كيما توا احنا في 2012 كيما لي زاني 50 العباد مازالوا عايشين بالاسبري نتاع لي غران بارون نتاعهم كيفاش كانوا قبل يقول لك سي با غراف مي احنا توا مثلا نحكيو على السمع السمع تاع ايماجين انت عبد كبير راجل ولا مراه كبيره ما عادش تسمع اول بروبليم اللي يصير هو ليزولمون سوسيال اللي ما عادش يحب يخرج ما عادش يحب يقعد مع العباد يتلم مع العائله على خاطر ما يسمعهمش خاطر اني غاب لو دو ديسكوسيون ما عادش هو ما عادش يسمع ما عادش ما تواصل فلهذا فهو يعني يصير الانزواء ندخلوا حتى في الاكتئاب ساعه ساعه مجرد من مشكله السمع دونك على خاطر نجموا نعرفوا فما سماعات نقيسوا السمع فما سماعات يعاونوا مثلا هذه حل العينين كيف كيف حكينا عليهم الدكتورة هل أن الوقاية تنجم تأخر لنا شيخوخة الخلايا وإلا هو فقط أنه يعني نحاولوا ننقذ أكثر ما يمكن ونخليو الخلايا متاعنا والأعضاء متاعنا في صحة جيدة أكثر ما يمكن يعني هي مجرد محاولات لا الوقاية تنجم تأخر لنا شيخوخة الخلايا نعم. خطر الشيخوخة لازم تقول انت فما 30% 30% من الشيخوخه جايه من الجين جينيتيك معناتها من الجينات نتاعنا و 70% من اسباب الشيخوخه مساهم فيها الانفيرونمون العوامل الخارجيه صحتك العوامل الخارجيه الانفيرونمون معناتها الانفيرونمون كو سوسوا الماكله كو سوسوا ليجين معناتها حتى النظافه الانفيرونمون لو سومي النوم برشا حاجات الاكتيفيتي فيزيك سبور ماهوش كيما العبد مش نفس الاكل مش نفس الاكتيفيتي فيزيك مش نفس ليجين كوربوريل مش نفس لو كوتي سوسيال حتى الانتوراج والعباد بشنو دايرين والراحه النفسيه والراحه النفسيه معناتها تنجم تكون عبد تلقاه عمره 75 سنه معناتها اصغر برشا مثلا تتاكل تلقى عبد عمره مازال ابان الى اللي انتري دون في لاج دو لا دو لا دو لا جيرياتري كيما نقولوا 65 سنه تلقى الى 80 كان يهضر عمره 80 سنه بيان سور فما برشا عوامل خارجيه بخلاف لي جين اللي بيان سور فما عباد تكبر اكثر من عباد اخرين اما فما عوامل خارجيه واحنا على كل عوامل الخارجيه نركزوا عليهم نركزوا بيان سور ناخذ باغ اكزومبل العامل الخارجي المهم جدا هو الماكله تو احنا عند الكبار فما برشا نصائح ما كيفاش ياكلوا كيفاش طريقة الأكل معناتها شنو يلزمهم ياكلوا ماهوش الماكلة لازمها تكون معناتها اللي مش ياكلوا نامبورت كومو فما حاجات مثلا الكبار ما يلزمهمش ياكلوا برشا مالح ما يلزمهمش ياكلوا برشا حلو ما يلزمهمش ياكلوا برشا حاجات دي ماتيغ غراس يلزم الماكلة فيها برشا خضر برشا غلال سوائل الماء سوائل صحتك اللي فيهم لي سيل مينيرو اللي فيهم لي فيتامين اللي فيهم الحاجات اللي باش نفهم لي بروتيين معناتها ما يجيوش واحد في الكبر يجي يقوم انا يقوم يعمل ريجيم ولا يقول شنو قال شنو باش نعمل ريجيم سنا اوكان سونس دايوغ معروف العباد اللي ضعفوا برشا ا بارتيغ دان سارتان اج هذوكم اون جينيرال باش يلقاو روحهم افيك اون ولو الدكتور هو اللي نفتحوا قوس لانه ينجم يكون مسن عنده بعض المشاكل اللي تستوجب ان ريجيم بيان بارتيكولي نورمالمون فما هذا موجود لا لا بالطبع هذاك موجود اما دو موان الحاجات مثلا العبد لازم يكون يحافظ على فما دي ستروك بازيك كما تقول انت مثلا لي بروتين البروتينات حاجه مهمه ياسر مسائل قاعديه مش ممكن استغنى عنها كما تناول البروتينات مثلا كما الكالسيوم كما الكالسيوم كما الحليب مثلا الكالسيوم مثلا لازم ياكل الحاجات اللي فيهم الكالسيوم تعرف عن مع الكبر عندنا مشكله هشاشه العظام نعم. فباش يولي ريسك العبد الكبير باش من عند ربي فيزيولوجيكمون باش يصير ان فييسمون في لي زارتيك في الدونسيتي دونك على القوة نتاعي العظم دو موا العظم فلهذا هو معرض لشنو؟ معرض للتيح تعرف انت التيح عند عبد كبير مش مشكله ينجم يتجرا عليها كسر فراكتور وفراكتور معناتها باش يولي ينجم تعطينا بعد اختروس بعد لا يعطينا ساعه بتقعد في الفرش اليتي ما عادش يتحرك ومشاكل من معناتها ينجم يخلط حتى حالات الوفاه تتجر من جراء كسر مثلا في الكول دو فيمور فلهذا الوقايه من هذايا بوغ ايفيتي باش لا قدر الله عبد كبير زلق طاح لازم الوقايه هي باش اون ارانجي لا كونتيتي دو كالسيوم اي دوس اللي عنده في العظام نتاعو تحس دكتوره انه فما مراقبه معناها المسنين نتاعنا الشيوخ نتاعنا يمشيو للمستشفيات والا الطبيب الخاص يمشيو يعملوا تحاليل والا ما تلقاهم بالتحاليل في ايديهم الا الناس اللي عندهم امراض مزمنه وبالسيف معناها يعني بيقولوا امشي اعمل تحليل وإيجاني تحس فما الثقافة هذية في صفوف المسنين وإلا هي غايبة هي كما نقولوا احنا
كيما قبلك كيما لي بورسنتاج تاع قبلك نقولوا 30% 70%. نعم. 30% فما شكون بالحق معناتها يجي للطبيب ويلاهي بروحه ويعمل لي بيلان ويل غوفيان وحارس على صحته ويل فيريفي ومنظم وكل شيء، مي برشا برشا 70% برشا اللي يتهاونوا اللي يخليوا لي شوز يقول لك عييت وطبت وما عادش عيني باش نمشي للطبيب وتبعثيه الاخر كل واحد يبعثيه من طبيب لطبيب وبرشا مشاكل كده عنده برشا برشا مشاكل صحيه وبوليباتولوجيك ويخذي برشا دويات، هذا الكل يخلي العباد الكبار يتهاونوا. دونك تجي تحكي له انت بارفوا على الوقايه، يبدا هو مثلا عنده السكر باغ اكزومبل عنده التونسيون وتبع عند الكارديولوج عنده بروبليم كارديا، تجي انت تشوفه تقول له اسمع باش نعطيك تعمل تصويره على هشاشه العظام خاطر نخاف عليك لا تطيح، يظل هو يحكي هذا يقول لك انا مريض بالقلب وانت تحكي لي على هذا هو مش هذا مشكلته اون بروميي ليو معناتها بوغ لي. مازلنا دونك التثقيف الصحي في الحكايه هذه ني با اوني با ريالمون اجور على الاخر على الاخر، دونك لازمنا برشا مجهود باش نفس باش نقنعوه ديجا اللي مثلا سي تري امبورتون باش يمشي يعمل دنسيتي مثلا اوسوز باش نجمو نعطيو احنا لي تريتمون فما خاطر الدويات موجودين توا باش نجمو نوقفوا هشاشه العظام. نعم. نعملوا سبليمونتاسيون تاع الكالسيوم لا فيتامين دي انا ان غران بروبليم في تونس الكبار كلهم ناقصين فيتامين دي. نعم. حاجه ياسر ياسر مهمه الفيتامين دي معروفه هذايا مع هشاشه العظام. نعم. موجوده ياسر دونك هذه حاجات ياسر مهمه اللي نجم حتى سور لو بلون ايكونوميك حتى من الناحيه الاقتصاديه الاقتصاديه احنا ربحين بالطبع. نعم. ربحين 100% بيان سور انت اما خير اللي تعمل له دونسيتي مهما يكون باش يخسر الفلوس باش يمشي يعمل التصويره هذيك ياخذ عليها في مرحله متقدمه يعمل فراكتور دو كول دو فيمور وهو اوسبيتاليزي وبلوك اوبيراتوار وما وراء ذلك الكل وبعديك يروح للدار وبعديك يعملوا لنا مشاكل وقروح واسكار معناتها الحق معناتها كنشوف الوضع الرياليتي اللي دراماتيك الوغ نجمو اون ايفيت برشا حاجات غيان كو بالوقايه في المجالات الكل. نعم. حاجه اخرى مهمه لازم نحكي عليها نحب نركز على الوقايه النفسيه كاخر نقطه نتناولوها دكتوره، يعني كيفاش نجمو تكون الشيخوخه نتاعنا ما فيهاش احساس بالاكتئاب بالعزله، ربما هذه المشاكل اللي يعانيوها برشا ناس اللي كان عندهم انشطه مكثفه معناها قبل فتره التقاعد كانوا يحسوا روحهم فاعلين في المجتمع، فجاه يلقى روحه في الدار يولي يبحث ربما على التعاقد مع شركه خاصه والا يبدا يفركس في انشطه يحاول يندمج في جمعيات هذه كله طيب جدا، ولكن كيفاش اذا ما فماش هذوما كيفاش يكون عندنا وقايه من كل المشاكل النفسيه اللي ربما هي بطريقه غير مباشره تعطينا الام جسديه. الوقاية من المشاكل النفسية دونك لازم واحد يحضر روحه، عارف روحه على شنو قادم، مثلا عبد باش يخرج للغوتخيت، الفو بريباري سا غوتخيت، لازم يشوف روحه شنو بروجرامو، ولا كو سوسوا باش يمشي يخدم خدمة أخرى، سورتو كان عبد إنسان مازال في صحة جيدة، باش يخدم خدمة أخرى، وعنده خبرة عنده خبرة نجم الخبرة نتاعو هذايا يستحقوها عبد أخرين، مازال عنده ما يعطي، مازال عنده للشباب الكل، نجم يسانسكري في ديزاكتيفيتي، كو سوسوا أكتيفيتي في سبورتيف ولا أكتيفيتي انتلكتويل، شوية تونسي يا دكتورة يتفرج فيها الناس الكل حاولوا يدخل في أنشطة في نوادي كو سوسوا نوادي معناتها ذهنية ولا نوادي ألعاب ولا نوادي فكرية. نعم. ولا يعمل برنامج يسافر يعمل رحلات ينجم معناتها فما برشا حاجات يلقى دونك حلول في هذه الفتره يلقى حلول باش يعبي الوقت نتاعو ولا الحاجات اللي ما لقى لهمش وقت قبل وقت افون لا روتريت وكل ما لقاش وقت باش يعملهم الى تان باش يعملهم دونك لازم يدخل واحد العمر نتاع الشيخوخه ويحس روحه ديموغاليزي وما عنده ما يعمل وسي فيني كاين هاي نهايه الحياه كاينها وفات الدنيا. بالعكس لازم نعيشوا افيك نوتر فيزيون مثلا نظره اخرى ونقولوا لي احنا كاين عمر جديد باش نبدا باش نعم باش نشوف حياتي دون فاسون ديفيرون بطريقه مغايره. جبت كيفاش يقولوها خدمت قريت كبرت جبت الاولاد عرست لهم سيي توا فوالا اون فوا اوتر شوز هات نعمل حاجات ندخل في ان انجاجمون مثلا في جمعيات ذات صبغه مثلا كو سوسوا مثلا جمعيات صحيه ولا جمعيات سوسيال معناتها اجتماعيه فما برشا يعني حاجات. اهم حاجه انه الانسان يبرمج حياته ولا حاجه اخرى بربي قبل ما نوفي ايمان على الوقايه باسكو احنا في شهر ديسمبر باسكو اللي البرد فما من الوقايه اللي ياسر مهمه بالنسبه للكبار هي لو فاكسان دو لاغري. نعم. ولا التلقيح لما حنا مخر شويه لما الموقع تاعنا من اكتوبر حتى اللي مازالوا ما لقحوش الي تون دو سو راتخابي
ولا فما تلقيح ضد الغريب ضد الفيروس تاع الغريب لازم تعمل كل عام خاطر كل عام عندنا فيروس جديد نتاع الغريب دونك غريب سيزونيير دونك يعمل التلقيح نتاع الغريب وفما التلقيح نتاع البنموكوك البنموكوك دونك الامراض نتاع الامراض الصدريه لازم تعمل مره في الخمس سنين وهذا لازم نعملوه عند العباد الكبار خاطر العباد الكبار كي يعملوا امراض في اول ينجم تؤدي الوفاه ولا تؤدي صحتك ويجوا في العالم بالطبع ولا هذاك علاش نجم ناخذ وقايه وان ايفيت هالبنموباتي ولي كومبليكاسيون هذوما من الامراض الصدريه عند الكبار. نعم جزيل الشكر لك دكتورة إيمان قسنطيني مختصة في الطب الباطني ولا كفاءة في طب الشيخوخة. مهم برشا المعلومة اللي ختمنا بها. مازال مش مأخر على التلقيح ضد النزلة الشتوية اللي هي يعني صعيبة برشا على المسن لأنه حسب الإحصائيات في العالم معنى سنوية نزلة شتوية تضع حد لحياة ملايين من الأشخاص وهي بين ظفرين قبل وقت اللي خفنا من إنفلونزا الخنازير راهو النزله الشتويه تبقى دائما اقوى حتى من لي فيروس هذوما اللي عشناهم سنوات الفارطه. فماذا بينا ديما المسنين وسورتو اللي عندهم الامراض المزمنه يكون فما تلقيح سنويا. يعطيك صحه دكتوره عايشك بارك الله فيك يعيشك. مازلنا مواصلين مشاهدينا حكينا على الوقايه صحيح زاد ركزنا على المسن بصفه عامه حتى المسن راهو يلزم وقت اللي في الفتره هذه تقعد ديما لهي بروحها وديما محلاها وديما جميله في عينين روحها وفي عينين الناس تتلهي بروحها. هذاك علاش باش نخت فقرة أستوس بوتي وراجعين لمواصلة المشوار. صباح الخير يا اللي معنا اليوم معنا مريم باش نعملوا لها بلياج باش نبدلوها شوية كيما تشوفوا فيها لي غاسين كيفاش طالعين برشا. بلياج هذايا باش يتسمى بلياج كاليفورنيا. بلياج كاليفورنيا هذايا فما عباد ما يحبوش البرودوي مثلهم في الكوير شوفيلور نتاعهم خاطر اوتوماتيكمون عندهم تلقاهم عندهم كوير شوفيلور نتاعهم تخي سنسيبل. الوغ شنو نعملوا؟ بلياج كاليفورنيا هذا يمشي اون ديغرادي وميم طون نبعدوا شويه على لي غاسين وميم طون يبدا شعرها شارجي ومزيان. بعد البلياج قدرة ربي باش نعملوا الكوب. الكوب نتاعها كوب سبيسيال. نبداو باللانيوك نديرو البلياج نتاعنا بلانوك ناخذولهاش دي غروس ميش مناخذوش زاده دي ميش جويدين برشا كيما نشوفو شعرها من تالي في لانوك قصير شويه لازم نردو بالنا. نحطو البابي نتاعنا في بلاصتها كيما نشوفو توا. البرودوي ما يلزمناش نحطوه كاريمون في لي غاسين شويه بركه نخليوه شويه بركه ونخدمو اون ديغرادي. بابيي بيان سور تبدا بيان بليي مكبوسة بالكدا باش ما تبقاناش ولا تخليناش اقل طاش. نكملو هكاكا الشعر كامل كيما نشوفو ماناش قاعدين نعملو برشا في لي غاسين نقربو برشا باش يظهر اون ديغرادي اي في ناتوريل. نشوفو نخليو موفمون خفيف كيف كيف نسكر البابي نكبسوها مليح وتبدا متويه بالقدا. كما نشوفوا تو كملنا لي ميش كملنا عملنا على البابي على الشعر كامل. تو حطينا لاباري هذا انفرا روج هذا باش تعطي اكلا وتحاول باش تزربنا شويه تعاوننا في الوقت من غير ما تهلك الكاليتي نتاع الشعر. كيما نشوفوا تو ميا كملنا لها لي ميش نتاعها غسلناهم عملنا لها الغنساج نتاعها وتوا باش نبداو لها في الكوب نتاعها.
ان شاء الله تكون عجبتكم الكوب ونتقابلوا مره جايه ان شاء الله. This is our last goodbye. I hate to feel the love between us die. But it's over. Just hear this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know. معنا مرحبا بكل من يلتقط صورة قناة حنبال، مرحبا بكم في متابعة يلي معنا. باش نوصلوا نحكيوا توا على نشاط اننا فيه برشا نبل، برشا رقي، برشا حب للاخر، برشا عطاء، باش يصير غدوه ان شاء الله الصباح في مدينه القيروان. تم بعد نحكيوا باكثر تفاصيل شنو النشاط اللي باش يصير غدوه، كيفاش تم تجميع الاشخاص هذوما. باش نحكيوا مع دكتوره جميله الورتيني مختصه في امراض المعده والجهاز الهضمي، ولو انه راهو الموضوع بعيد تماما على المعده والجهاز الهضمي، ولكن باش نحكيوا معها اليوم بصفه عضوة في نادي روتاري المرسى. صباح النور دكتورة، مرحبا بك. صباح الخير إيمان، سعيدة بوجودك معنا دكتورة. واليوم باش نحكيو مش على مشاكل المعدة، وإنما باش نحكيو على نادي روتاري المرسى اللي عنده نشاط نراو إنه مهم، وهذا اللي نحبوا نشوفوه ديما، كيفاش نجمو نعطيو لغيرنا، وكيفاش نجمو نهديو رؤية جديدة للحياة الناس في حاجة أنه نمدوا لها يد المساعدة. هيت نحكي بداية على نادي روتاري المرسى، ناخذ عليها فكرة وأهم الأنشطة متاعه، وهل هي عادة أنشطة فيها الطابع الصحي والطبي وإلا اجتماعية أكثر؟ شكرا. هو نادي روتاري المرسى يمشي بمبدأ كل نوادي روتاري العالمية، نعم، اللي هي الدوفيز متاعهم سيرفير دابور. دونك الشعار الاول هو انت باش تخدم غيرك. لا. وما ينجم يكون في عضو في هذا النادي الا الانسان اللي عنده هو يحس في نفسه طاقه للعطاء. العطاء بمعناه الكامل والكبير، يعطي من كل شيء، من وقته، من صحته، من اللي نجم يقدر عليه باش يعمله. ونادينا في المرسى نادي من عام 97 وقايمين بعدة نشاطات باش نحاولوا نعاونوا فيهم المحيط متاعنا القريب والبعيد. في هذا النطاق إما عندنا مشاريع ظرفية كيف ما وقت اللي تصير أزمة فما فيضانات، كيما وقت اللاجئين متاع الأخوة الليبيين، قمنا بعدة مساعدات أنشطة إسعافية، ما إسعافية كيما قمنا في وقت اللي يجي برد، كيف ما الأعياد، كيما المناسبات، كيما العورات المدرسية، نعاونوا بصفة ظرفية. وفما أنشطة أخرى اللي تخطوا لها معناها. فما ليزاكسيون سكون أبيل ليزاكسيون فار. سي عمليات كبار اللي يطلبوا وقت، يطلبوا تنسيق، يطلبوا بيدجي. اللي نحاولوا كيفاش ننسقوا فيه بإمكانياتنا احنا وبإمكانيات روتاري انترناسيونال وبإمكانيات الديستريكت، خاطر هو في نطاق الروتاري. فما العالمي، نعم، وفما بتاعنا الإقليمي اللي هو يجمع تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. نعم. وفي هذا النطاق احنا عملنا زوز عمليات، دوز اكسيون فار. الأولى باش نكملوها إن شاء الله غدوة. نعم. هذه اللي تم ديجا معناها الخدمه عليها منذ اشهر والتنسيق مع برشا اطراف. اللي باش يصير غدوه هو اجراء عمليه على العينين، كنا نحكيو قبيله مع الدكتوره ايمان القسنطيني، وباش يعني مواصله اللي بدينا فيه قبيله، كيفاش باش يتم تنحيه الماء، باش نحكيو بالدارجه تنحيه الماء من العين. العمليه هذه اللي تعمل على الكاتاراكت ل 1000 مواطن تونسي،
ألف شخص باش روتاري المرسى باش تخليهم يشوفوا الدنيا خير، الدنيا أوضح، النظام نتاعهم يكون 10 على 10، ما يعملوش على غيرهم باش يمشيوا بهم خطوتين ويجيبوا لهم حاجة من الدار. لا، باش يصير عملية على 1000 شخص في مدينة القيروان. علاش 1000 مش أقل مش أكثر، وعلاش اختيار المواطنين من مدينة القيروان بالذات؟ هي العملية هذه بدأت توا عندها سنتين، هي غدوة توفى، مش تبدأ، توفى على من سنتين. والموضوع مهم على خاطر العين، العين والكتاعك تجي للمسن. وكيف ما كنا نسمع في بكري في الدكتورة إيمان أهمية العين وأهمية وشنو هو الإحساس اللي ما يتقوم شيء وقت إنسان يدخل البيت العملية ما يراش ويخرج يرى. حاجة عظيمة، حاجة عظيمة. علاش اخترنا مدينة القروان؟ على خاطر المنطقة كبيرة والمرض موجود ياسر، وحبينا نبعدوا على العاصمة وعلى المدن الكبرى. أنا سعيدة باللي مركزية وبعدم الاقتصار على تونس الكبرى، معناها احنا في حاجة أن نكونوا موجودين بكل جمعياتنا ومنظماتنا وتلفزيتنا داخل التراب التونسي. وهذه تدخل في نطاق عقلية روتاري. على ساعات الإعانات تكون، وباش نأكد من نوادي أخرى خارج البلاد التونسية اللي عاونوا ويتصلوا بينا وعاونونا فعليا في عمليات تهم مناطق ظروفها صعبة في تونس. بنرجع للعملية اللي كاتاراكت، احنا في قمنا بشراء ميكروسكوب أوبتيك شيروجيكال، سامحني، في القسم العمليات في مستشفى الأغالبة في القروان. وطلبنا منهم مدام احنا هدينا لهم باش هما خذينا رقم 1000 باش ياخذوا 1000 شخص فاقد البصر بسبب مرض الكاتاراكت من مدينة القيروان ومن شيرة الوسط ومن أي إنسان محتاج. معناها نجم نقولوا مدام أنتم عملتوا الدراسة لقيتوا أنه أكثر مرض منتشر في القيروان هو الماء في العينة؟ هو منتشر موجود في كل مكان. علاش اختيار إجراء العملية هذه؟ لأنه كما قلنا قبيلة لأهمية البصر فقط، لأهمية البصر والنتيجة المضمونة. أي تدخل العملية سهلة، نعم، ولكن مكلفة. نعم. العملية لو إنسان باش يعملها وحده تتكلف له 1000 دينار. نعم، في مستشفى خاص، في مستشفى خاص 1000 دينار. كيف احنا نجمو بهالآلة اللي شريناها نمكنوا 1000 شخص باش يرجع يشوف في أي مكان وأي بلاد؟ مرة هذه كانت القروان، من الممكن مرة جاية تكون مدينة أخرى في محتاجة. نعم، والأطباء متطوعين معناها. وهوني نستغل الفرصة باش نشكر الفريق نتاع قسم العينين في القيروان، وخاصة الدكتور طقطق اللي شد معنا صحيح في عامين ونص، وصل باش عمل لحد اليوم 999 عملية. وفي وقت ما الأوقات كانت الظروف صعبة وقت الحوادث وكان اللين. ورغم هذا هو واصل في العمل، وصلنا ل 999 وحبينا الأخرى تكون فيها احتفال. أيه؟ احتفال عنده معنى منه باش نشكروا هذا الفريق. نعم. والدكتور اللي بذل مجهود منه باش نشجعوا على عمليات من نوع هذا، وانه في نفس الوقت نحبوها تكون باب مفتوح تتويج معناها. وتوا انت فوالا هذا هو سؤالي الموالي، الألف شخص ممكن فما ما اكثر منهم في مدينة القيروان، يعني انتم بعد ما حددتوا الألف جاكم شي طلبات من مسنين يقول لك انا زاد عندي مشاكل على مستوى العين نجمش نكون ضمن هالنشاط هذايا اللي انتم يعني بالاتفاق مع اطباء وتنسيق وعلى مدار سنتين وغدوه نقفلوا ان شاء الله الألف، يعني يظهر لي فما طلبات اكثر من الألف، كيفاش باش تتصرف روتاري؟ هو الألف مش معناتها توفى العملية، مادام الآلة عندهم والفريق موجود، هو كانت عملية تحسيس لهذا المرض. نعم. وتخلي الفريق مهتم بالموضوع وتحل البيبان أكثر، لكن العمليات وإجراء العمليات مش تبقى متواصلة. مادام المستشفى موجود والآلة موجودة والدكتور موجود والإرادة موجودة، علاش باش تتواصل لإنقاذ هذم الأشخاص؟ ولكن احنا بالنسبة لنا احنا مادام الموضوع هذا خذا طريقه نخليه يواصل وحده. واحنا نبداو توا في موضوع جديد. في غدوه باش تكون فرصه باش ندرسوا مع نفس الفريق امكانيه شراء الات اخرى اعانتهم في عمليات اخرى، عمليات اعضاء اخرى زايده، وفي نفس الوقت احنا نتفرغوا لمشاريع اخرى. والمشاريع المشروع اللي توا بديناه ومش صرنا فيه شوط كبير هو مشروع الماء.
في مدينة قصرين. الماء صالح للشراب للمناطق المحرومة منه. الماء صالح للشراب. فيما شفنا وزرنا مناطق وشيء مزعج ياسر، اللي النساء بالأساس يطلعوا كيلومترات في جبال باش يعبيو بدون تاع 5 لتر. هذا هو معنى إيصال الماء للمناطق المحرومة. أي وباش نجمعوا لهم فمعين لقيناها 9 جذور هذيا، وإحنا روتاري المرسى قايم بالعملية مع إعانة نادي من روتاري من فرنسا. نعم. دخل معانا، دخل معانا نادي وحسسناهم للموضوع وجبناهم وشافوا من إيطاليا. وتجمعنا ولمينا خاطر الكلفة مش صغيرة. ولحد الآن وصلنا تقريب نصف الطريق، لأنه الناس اللي كانوا باش تعبي بدون 5 لترات استنى نص ساعة خاطر بالقطرة، توا ولاو بالحنفية يحلوا الغوبيني ويعبيو في 4 دقائق. شو اسمها المنطقة هذه في القصرين؟ عين جدود. عين جدود باش يتم معناها إيصال الماء لمنطقة عين جدود في القريب العاجل، وقتاش؟ وصل توا الماء هما في العين قاعدين يتجمعوا ويلموا، ما عادش الماء يعبيوه من العين اللي تنهبط مباشرة، ولاو عندهم خزان ويحلوا ويعبيوه في 5 دقائق، في عود ينتظروا باش يلموا 5 لترات في 20 دقيقة. وقعت تجميع الماء في مكان معين باش ما نغلطوش الناس، مش معناها للديارة. لا مش المكان للديارة. معين. لا مكان معين. أما بحنفية مش بير ومش حاجة. مش بير. وقاعدين المرحلة الثانية اللي قاعدين نحضروا فيها نفسنا، نحاولوا باش نحاولوا نهبطوا الماء هذا لأقرب قرية، وخاصة اللي لاحظنا فما مدارس ما فيهمش ماء بالكل. نعم. اي صحيح. هذه المرحلة اللي توا بالنسبة لروتاري المرسى هذه لاكسيون فار. الأفكار كيفاش تجيكم دكتورة؟ لأنه مرة باش نحكيو على الماء، مرة نحكيو على عمليات يعني على البصر الكاتاراكت، مرة نحكيو على قصرين، مرة القروين، كيفاش تنقلوا من ولاية لولاية؟ شكون يعطيكم المعلومة أنه في المنطقة هذيك فما مشاكل من نوع هذايا، المشاكل الصحية، المشاكل الاجتماعية؟ يعني المعلومات منين تجيكم؟ عندكم خلايا تنشط في ولايات تونس، وإلا أنتم تتنقلوا على عين المكان باش تعرفوا مشاكل الولاية هذيك والأهالي في المنطقة هذيك؟ هو الأعضاء متاع النادي موجودين وعايشين في تونس. نعم. ومشاكلها وما كل صاير فيها، وكل وعندنا اجتماع أسبوعي. أي؟ كل يوم 3 يجتمعوا، وكل واحد يحاول باش يتصل باش يسمع باش يعلم، وكل ما واحد يجيب فكرة نتناقشوها ونشوفوا أن هي الأهم، وأن هي في نطاق إمكانياتنا بالمعلوم واللي نجموا نقدروا نعملوها، ونتفقوا ونختاروا موضوع ونحدوا. كل سنة عندنا أكسيون أون أو دو أكسيون فار، ونزيدوا معاهم الحاجات الإسعافية، الأنشطة الإسعافية اللي تجي إثر تهاتل الأمطار وإلا فيضانات إن شاء الله ما يصيرش المشكل هذايا على كل في تونس سنين إن شاء الله. إحنا نقولوا بيخلي لك كلمة الختام دكتورة ساعة. نحب نشكركم برشا على النشاط اللي قاعدين تقوموا به منذ فترة طويلة، والنشاط هذايا اللي عندكم مدة طويلة أيضا تنسقوله مع أطراف عديدة، ونجحتوا في إرجاع البصر والتحسين من النظر عند برشا مسنين، وإن شاء الله غدوة باش يكون التتويج، وتبقى الأبواب مفتوحة لكل الطلبات زادة. أي مفتوحة، والعملية متواصلة، والمستشفى مفتوح، والدكتور مستعد، والفريق اللي معه مستعدين. نعم. وهذاك دورهم. نعم. آخر كلمة نجم نختموا بها معك. نحب نشجع كل إنسان في المجتمع ينجم يعمل حاجة يعاون بها غيره في نطاق روتاري أو في نطاق شخصي أو في نطاق نوادي. وكيف ما جانشين معالي كنا نقولوها على المسنين، ماذا بينا كل إنسان ينخرط في جمعية حتى وقت يوصل للتقاعد متاعه، فما يقعد تواصل في عمليات اجتماعية اللي هي نافعة واللي هي تجيب له فرحة وتجيب له راحة في بعض الأحيان اللي عمره ما كان يتصورها لو كان ما عاشهاش. وقت اللي يشوف إنسان مثلا مش كان تخل ما يشوفش بعينيه وخرج يشوف فرحة ما عندهاش معيار، وقت يشوف إنسان ما عندوش باش يعبي طرف ماء ومن بعد يلقى الماء يجيه بسهولة، يشوف مكتب ما فيهوش ماء ويولي الأطفال هذوكم يلقاو باش يتنظفوا باش يتشجعوا، هذا الكل ما عندوش ما يتقومش بحاجة أخرى غير الفرحة. ونشجع كل إنسان باش يدخل في أي جمعية نجم يعاون فيها غيره. نعم، تصديقا لقولك كما تقول الحكمة دكتورة، السعادة تكمن في إسعاد الآخرين. جزيل الشكر لك دكتورة جميلة ورتني، مختصة في أمراض المعدة والجهاز الهضمي وعضوة بنادي روتاري المرسى. مازلنا مواصلين مشاهدينا، نشوفوا أستوس ديكور مع هجر بن حديد، وراجعين لمواصلة المشوار، ما تبعدوش بعيد.
صباح الخير يا اللي معنا، مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقه ديكور. اليوم باش نوريكم تو سكي مفروشات بيسك فاس لي شيتي جي، باش نوريو توندونس 2012-2013. بدينا بالكوفرولي هذايا اللي هو يتمثل في كولور فيرت، فير كلير و فير فرونسي. قماش متكون من دي بيتي كارو، سي لو روتور دي زاني 60. وهو فيه غوفراج عطيتو فوليوم، الغوفراج اللي هو يبدا طالع على برا منفط في الترافاي نتاعو. سي اون كولور فيرت، فما ان غران روتور دو فير، برشا عباد يرتاحوا له. دونك اخترته لكم بيسكو الاخضر ديما يزهي البيت. وكيما نعرفوا اللي في التوندونس السنه رجعنا برشا لي كولور باستيل. دونك هذا يتسمى ما بين كولور باستيل وكولور غامقه شويه. شفنا لي لي كولور باستيل تري طوندونس السنه، زاد الالوان الزاهيه هي زاد الموضه، فما برشا عباد يحبذوا معناتها الوان فايقه في بيتهم باش تعطيهم كولور وتعطيهم برشا انرجي. دونك اخترنا الفرش هذايا اللي هو متمثل في دي فلور، ودخلنا له لي غيور باش يعطيه طوندونس بلو مودرن. سي دي فلور ديفير اللي هما مزيانين، اما زاد الوانهم فاتحه. كما نعرفوا كل واحد عنده الوانه اللي يحبهم، فما ناس تحب الفاتح، فما ناس تحب الغامق. العباد الفا با سو كوندوني بالمود. دونك اخترت لكم ان اوتر موديل اون بلان، البلان سي تري نوتر، برشا عباد ترتاح له مالغري اللي هو فاتح، ما سهل معناتها الغسيل. دونك برشا ناس تحبه. ودخلنا عليه اون توش دو فورور، كما نعرفوا الشتاء بارد والفورور ياسر يدفي. حطينا هوني جوست لي شارف دو لي اللي هو نجمو نستعملوه كيما نزينوا بيه، ولي كوسان، والكويت بيضه نتاعنا اللي هي اون كويت بلانش تدفي، ونستعملوها معناتها الاستعمال اليومي. كيما شفنا لي فورور سي اون غراند مود سنا، تو سكي اي بو انيمال، تو سكي اي دي تروك ناتورال، اي سان زيد تري على مود في ديارنا. نلاحظوا برشا سنا دارج لي تابي اون بو دو فاش اللي هما مزيانين وناتورال، زيد نلاحظوا برشا حاجات نتاع اون بوا. دونك تو سكي اي ناتور سنا اي تري توندونس زيد في الانتيريور نتاعنا. نخدم ان موديل تري ان اي تري توندونس. كيما نعرفوا فما برشا دي كوبل جون ولا دي جون يقراو يسكنوا وحدهم، ما يحبوش لي غيور، ما يحبوش لي فلور، ما يحبوش الالوان. دونك مغرومين بالتوندونس هذه الجديده اللي هي سيتي. دونك تتمثل في نيويورك ولا توريفيل ولا لندن كيما الموديل اللي اختيرناه لكم توا، زيد تتمثل في وجوه نتاع دي زاكتور ولا دي زاكتريس يحبوهم، ماري مورو ولا مايكل جاكسون، كل واحد والجو نتاعو. دونك هذي تزيد التوندونس هذي نلقاها في لي تابلو، في لي تابي، في لي كوفرولي، في كل شيء. وهي معناتها نجمو بحاجة سامبل على سومي تري سامبل نحطو الفرش هذي اللي هو بلان دو كولور وبلان دو ديماج. ان شاء الله الكوليكسيون تاعنا عجبتكم، حاولنا باش نرضيو الاذواق والاعمار الكل. كيما نعرفوا واحد ماذا بيه ديما يختار بيتنوم سامبل ومش غاليه برشا، ويحاول ديما يركز على الاكسسوار اللي هما افيك دي مويان معناتها مش غاليين، نجمو ندخلوا معناها دي توندونس ودي كولور في البيت النوم تخليها كاينه جديده بتكلفه معناتها قليله.
رجعنا بعد شايف حتى نشوفوا في نوصل ولا وين. وحنا عملنا طلب الكاميرا شفنا الأطباق الجميلة لازم نذكروا ديما في وسط الحلقة بالشايف في نوصل. وكان فما أستوس ديما راهو الميكرو محلول ليك سليم وقت اللي تحب. ديما سليم يتحفنا بال شو نسميوها هذه مزيانة برشا طنجرة صغيرة حاجات حلوة برشا موجودين في تونس هذوما ولا من خارج تونس؟ لا حتى في تونس موجودين مش في بلايص كل فما بلايص معينين. الغريب انه السائح وقت اللي يجي لتونس يشري الحاجات العربي واحنا ياسر نشريو في الحاجات السورية. ونحن نحب نبلغ المشاهدين عن طريق قناة بالي اللي شيء ذي موجود ونشجعوا ومزيان معناها زين الكوجينة ونجموا نستعملوا نحطوا فيه السوب نتاعنا. صحيح باش تحب نبداو؟ اوكي ليزاستيوس اذا كان تحب نبداو والاسيوس تاع الديسير اللي عملته اليوم. نحب نبلغ المشاهدين اللي الشوكولاته لازمها تتعمل على الغلي قبل 12 ساعه. قبل 12 ساعه لازمها ترتاح على الاخر في الفريجيدير. من بعد كش تخرج بالطريقه هذيا ونحطوا فيها شاميه ولا سوريز ولا نذكروا باللي احنا نحبوا بشيء نحبوا. نذكروا انه الشوكولاته فيها كريم فريش. رطل الشوكولاته كحل عليها 100 غرام كريم فريش. به وانا في بالي الشاميه باش تتخلط مع الشوكولاته هي فقط للتزيين. لا في الوسط وتتكعبر ومن بعد تتلف بالكاكاو. به انا تو نشوف الشاميه من الفوق فما شاميه من الداخل زاده ولا لا؟ لا لا جوست فما شاميه من الفوق ومن بعد شنو يكعبروها. داكور ولا به وريني. اوكي ناخذ هكا تتكعبر الشاميه من بعد نجيبوها في الكاكاو. اي نجمو نحطوا ناش كاميرا. اي اوكي نحطوا حتى الفاكهه زاده نحطوا حتى الفاكهه ما تريف معروفه بالكاكاو. فوالا باش ما نخرجوش على الطبق اللي هو تركي 100% لازم يكون كيما الاصل نتاعو معناها ديما راه كوجينا نتاع المراه لازم فيها شويه هكا هذاك علاش احنا كوجينتنا هكا. اوكي من بعد شفنا ياسر قلنا نطيروا العين بشويه كاكاو هكا زينوا بيه ديكوراسيون انا كنا نشوف في استوس ديكور لوك اي دونك بالكاكاو باش تزيد تشد روحها اكثر. اي وتقعد في الفريجيدير فتره 12 ساعه. تحضر عليها في الفريجيدير تقريبا اسبوع 10 ايام. اي اسبوع 10 ايام اسبوع 10 ايام تحط في الفريجيدير تصبر. اي ما فيهاش عظام ما فيهاش مواد سي با كومبليكي لي كومبوزيسيون نتاعها. باهي نشوفوا حاجه اخرى معاك سليم. نشوفوا الطبق الرئيسي اللي هو كفته تحسين باشا اللي هي اكله تركيه. باهي نشوفوا كفته تحسين باشا اليوم كفته سليم باشا. هيا سليم ورينا الكفته نتاعنا مزيانه برشا شفناها قبيله كيفاش تتزين والمنظر نتاعها جميل تو نشوفوها مع بعضنا وان شاء الله تكون ابن من الجمال نتاعها معناها على قد ما هي جميله على أوكي. على قد ما تكون بنينه. خرجت من الكوشه بالطبيعه باش نزيدوها شويه خليها تقعد حكيت 25 دقيقه 25 دقيقه حتى اللحم المفروم يتيب. اللحم مفروم وفوقه بون بيوري وبعد كش نحطوا فيه شويه جبن باش يولي باش يسيح معاها. نقدموا معاها صوص طومات. نذكروا نقولوا صوص طومات وشنو اخر؟ في الكفته؟ صوص طومات في الدريساج معناتها نحطوا صوص طومات وفوق الكفته باش اللحم المفروم والبطاطا المعموله. والفوق باش مزينين احنا هذاك؟ هذايا بون بيوري ومعدنوس. حطينا فيها شويه جبن وخليوا شويه جبن شويه للديكوراسيون من الفوق باش تعطي لون. ونقولوا انه الجبن يتحط في الاخر بالكل ما يتحطش من الاول باش ما يحمرش ويولي شايح معناها. ما فما عباد يحبوا الجبن المحروق. انا واحد من الناس نحبه. باه اوكي كاين ما تحبوش الجبن المحروق نحطوه في الاخر جست معناها قبل مثلا من 30 ثانيه باش نطفيو عليه ولا حتى اقل. واذا كان تحبوا كيكه كيما كيكه شويه جبن محروق كيما عملوا سليم وطايب وقرمش نحطوه من الاول يخرج لنا احمر دوغي ومهران فوالا. باهي نشوفوا السوب نتاعنا. الشربه حاضره اللي هي لحظه هنا. باهي ما يسالش سليم ما يسالش. عندنا شربه العدس. اي هاي هي حاضره. نجموا نحطوا فوقها شويه كروتون. اي كيما نجموا نحطوا فيها شويه فلفل جست للزينه هذيا. للزينه. اي وتتقدم شربه باهيه غنيه بالحديد. نعم. دفي في الطقس هذايا البارد. احنا نحبوا المشاهدين يشوفوها معنا زايده. اوكي. باش نقربوها شويه هوني.
حتى نشوفوا السوب نتاعنا ريحتها بنينه برشا، ما ذقتش راني كيفكم، اما ريحتها فاوحه برشا وعقده شويه. مشربه لازم ما لازمش تكون ميه برشا، تعرف العدس من الحاجات اللي فيهم مواد تخلي شيء عقد. هي عدس وشنو اخر؟ فيها زيت وفيها بصل وفيها سفناريا، فيها فلفل اخضر حار، فيها فلفل زينه حار، نعم، ملح فلفل اكحل، والعدس الاحمر بتاعنا اللي حطيناه في الماء تقريبا نص ساعه باش نضاف ونحل المواد الزايده اللي فيه. نحطوهم على نار هاديه شويه شويه ونتبعوهم بعد كش نرحيوها. فوالا، يعطيك الصحه، شكرا ليك كريم، نرجع لك في ختام الحلقه ان شاء الله تكون اطباقنا عجبتكم. تم بعد نعطيكم البريزونتاسيون فينال نتاع الاطباق الثلاثه هذوما اللي هي من المطبخ التركي. نمشيو للفقره المواليه وراجعين لمواصله استقبال ضيوفنا. تفضلوا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا، مازلنا مواصلين حلقتنا حتى 11 صباحا. حبينا النوع من خلال فقراتنا كل شيء تجمد القهوه في اللي معانا ما عدا السياسه، حلقتنا خاليه من السياسه. نوصلوا توا الفقره الموسيقيه، نحاولوا من خلال اللي معانا انه نفسح المجال لاصوات موجوده على الساحه ولكن ماهيش معروفه برشا عند الجمهور التونسي، ربما يكون عندها انتاج والا ما عندهاش. هي أصوات تكون موجودة على ساحة، نشوفوها في المهرجانات، تتعامل مع فنانين مع الملحنين، ولكن ما عندهمش صدى الكافي عند الجمهور. نحاولوا من خلال يلي معانا نقدموهم أكثر، نعطيهم مساحة زمنية لبس بها مش برشا وقت لمحالة، مش شوية بالكل، أو كنجم نقولوا هي مصافحة مع الجمهور التونسي، مع اللي تبعوا حنا بعل، وطبعا يبقى الحكم للجمهور، يندرى يقبل أكثر الأصوات هذه وإلا لا. حاضرة معنا اليوم فنانة شابة اسمها أنيسة مخلوف، هي من الأصوات اللي موجودين في الساحة التونسية ولكن ربما ما عندهمش جمهور ولا ما عندهمش جمهور كبير. صباح النور أنيسة. صباح الفل و صباح الخير اللي يتفرجوا فينا الكل. مرحبا بك انيسه معنا في اللي معنا، ويرافقك على الاورج ايمن. صباح النور ايمن. صباح النور ايمان، ويعطيكم الصحه ونحب تحيه لحنبال. يعيشك يا سيدي. عجبكم قبل ما نبداو في الكلام ونسمع الموسيقى، عجبكم الجو نتاع المباشر في البلاتو؟ مرة الاجواء ياسر حلوه، وحبيت نشكر قناه حنبال على استضافتها للطاقات الشابة، خاصة الناس العربي نصرة اللي يعني ديما يشجع في الطاقات الشابة، وإن شاء الله نحن نكونوا عند حسن الظن. يعطيك الصحة يا أنيسة. به أنيسة موجودة على ساحة في الساحة الفنية من عام 98، وإحنا توا قريب نسكروا 2012 ودخلوا في 2013، معناها سنوات طويلة اللي ربما كانت تنجم تخليك توصل أكثر للناس، مع العلم أنك تعاملت مع أسماء معروفة. وكي نقولوا الموسيقار محمد الكارفي، معناها ما نحكيوش على أي إنسان، c'est une référence في الساحة الفنية، توجدت في مهرجانات تونسية ودولية، سفحت الجمهور أكثر من مرة، ولكن الخطوات ما كانتش جريئة بالكافي أنيسة. والله هي خطواتي كانت يعني بشوي بشوي بديت، يعني ما حرقتش المراحل. أي فوالا، بديت من أنا صغيرة، يعني نغني من عمري 14 سنة، نغني في نشارك في المهرجانات الهوات كيما كبداية كل فنان يعني. نعم. دخلت التلفزه من عمري بديت صغيره بكل، يعني كبرت قدامهم، يعني مانيش غريبه على الساحه الفنيه. معناها يعرفوك الملحنين الشعراء. التحق بالفرقه القوميه عام 2000 مع الاستاذ عبد الرحمن العيادي. وقتها ولا اسم الفرقه الوطنيه. اي وقتها كانت الفرقه الوطنيه باش تبدل الفرقه. نعم. القوميه. و كنت من اكتشافات زاد محمد صالح حركاتي. اي نحيوه، هو ملحن. أي. عنده برشا اغاني ناجحه ومعترف به، معناها اي معترف به، وزاد ما يقبلش اللي يجي. ما يقبلش اللي يجي محمد صالح. شجعني برشا، وزاد ننشط في فرقه الطاقة العربي بقياده سرشيد الورفلي. أي هو توا مريض، يعني نقدم له تحيه ونقول له ان شاء الله لاباس. كي نقولوا الطاقة العربي معناها نقولوا صوت قادر على اداء الاغاني الطربيه. اي نحبوا ما نحكيوش برشا ونعطيو فرصة أكثر لصوتك باش نسمعوه. ننطلق بأول نغم، والجميل أنه مش نبداو بغنية لوديعة صافي ولا غنية لعبد الحليم ولا لأم كلثوم، مش نبداو غنية تونسية لرحلة عليا. تفضل.
غالي والله غالي مهما يغيب عني غالي غالي وحيفضل غالي والله ده في بعضه مش خايفة ده حبيبي وانا عارفة ده في بعضه مش خايفة ده حبيبي وانا عارفة راح امشي بنوره في الليل واروح له واغني يا ليلين راح امشي بنوره في الليل واروح له واغني يا ليلين ده غالي يا ناس وحيفضل غالي يعطيك الصحة أنيسة مخلوف شكرا لأيمن أيضا على الأورج بأغنية هذه ماهيش سهلة راهو نورمالمون أنيسة تحب الأغاني الترابية أكثر من الأغاني الخفيفة نحب الأغاني الترابية خاطر تربيت يعني من صغري على الأغاني الترابية
والشرقية منها والتونسية، وحفظت موشحات يعني ديك تسقل الصوت أكثر وتخليك يعني متمكن أكثر من روحك يعني. نعم، نحكي على المشاركة اللي كانت في عرض افتتاح قرطاج، العرض اللي كان اسمه استفتاح، وكان فيه مجموعة كبيرة برشا من المطربين اللي نقدروهم نحبوهم، الأصوات الجميلة المعروفة في الساحة، أصوات أخرى أيضا شابة، أصوات جميلة ونحبوها، وأصوات أخرى ماهيش ياسر معروفة كما أنيسة مخلوف. يعني انتمائك للعرض هذاك، وجودك في عرض هذاك، ينجم يقدم لك إضافة؟ معناها شنو هو الإضافة اللي تحصلك وقت اللي تشارك مع بالضبط قديش من فنان ما نعرفش، ولكن برشا فنانين على الركح ربما ما يظهروا كان اللي معروفين يعني بالنسبة للجمهور، الأصوات الأخرين اللي صغيرة في العمر وفي التجربة، شو الإضافة اللي ممكن تحصلكم؟ والله إضافة أول حاجة تجربة حلوة، خاطر مش ديما يعني يتلقاو الفنانين الكل مع بعضهم، نحن بالفنانين الكبار يبقاو ديما كبار، هما اللي يشجعونا، هما اللي يعطيونا الشحنة نتاع الفن، نحاولوا احنا يعني باش نتبعوهم وننسقوا على الملوال هذاك. كانت يعني تجربة حلوة، غنينا موشحة حلو برشا، غنينا مع بعضنا يعني أغاني على ريحي، وانا حبيت يعني نغني وحدي، اما يعني مثالش انا تنجم تقول قديمه شويه، بديت صغيره في الفن اما قديمه شويه، يعني الفنانين القاعدين معايا الكل يعني غنيت معاهم في حفلاتهم الخاصه والمهرجانات، يعني مش غريب عليهم، ثم وجوه ما تعرف يعني كل 5 سنين يطلع جيل جديد، ما زالوا كيف تراهم مثالش بالمندان يعني فرصه فوالا ان شاء الله فرصه اخرى، هي يعني مدام واحد يغني الفرص ديما موجودة. به، لكن أنيسة يعرفوك حسب ما فهمت المطربين والملحنين والشعراء، ما يعرفكش الجمهور التونسي، هذا تقصير منك ولا ما فماش غنية الحظ اللي مازلت تفركس عليها، ولا الغنية اللي ترى أنك مثلا حتى كلمة أغنية موجودة توا في تونس، أغنية لي فنان ترى أنت كنت تنجم لو كان غنيتها تضرب معاك توصل بها للجمهور، شنو الأغنية؟ والله هي غنيت الحظ صحيح، اما ما عرفش باش نقول يعني مازلنا نفركسوا على الغنية، مازلنا نفركسوا. انا الغنية اللي موجودة توا في تونس ترى انها ناجحة، ولو كان انت هكا خذيتها كنت تجرب تنجح بها؟ عجبتني غنية على الله، يعني حلوة برشا يعني الريتم تاعها حلو، هي من التراث يعني. نعم اي أبار صح، يعني بصراحة ما ريتش غنية يعني ديغنيغمون تونسية نجحت أبار يعني على الله في نسمع شوية على الله؟ باهي أيمن تفضل، هذه الأغنية اللي كنت تتمنى أنيسة تغنيها وكنت ترى أنه ممكن تنجح بها والجمهور يتعرف عليها من خلال على الله اللي حبيناها بصوت أمينة على الله على الله لله يا من الزيت الحنانين حوز الحنانين ننسى المضى ونعيش الليالي ننسى المضى ونعيش الليالي على الله على الله يا من العيون الجميلة كوني خليلة الأيام يا بنتي صبحت علينا الأيام يا بنتي صبحت علينا بالعمر راح السنين طويلة وركت حوالي والله عالم باللي جرالي الله عالم باللي جرالي يا طير بلغ سلامي لسود عيونه حبيبي ملي تكابر غرامي شق خاطري وزاد وحير منامي جروحي أفاها الأجرح ما عادش نلقى دواه الأجرح ما عادش
عطشني الجدوى على الله على الله يا أمي الغثيث الحمالي حوزك حلالي ننسى المضام ونعيش الليالي ننسى المضام ونعيش الليالي على الله على الله. شكرا 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 لك أنيسة مخلوف, شكرا لك أيمن. مازلنا مواصلين نرجعوا لك في ختام الحلقة أنيسة, مازلنا مواصلين, مازلوا ضيوفنا في الانتظار حتى يصافحونا بجديد ونحكي معهم أكثر من ضيف مازال معنا في الموعد فقرتنا الموالية, وإحنا كانت بحثنا فنانة إن شاء الله نشوفوها نجمة نحكي ومن خلال الفقرة ذي على آخر أخبار النجوم في الوطن العربي من خلال ستار نيوز. عسلامة ومرحبا بكم في روبريك آخر أخبار, ونبدأ نشرتنا كالعادة بالعناوين. محمد سعد الشهير باللمبي يحضر لفيلم جديد, منى زكي تشارك في مظاهرة الجمعة, وأحمد حلمي ثالث مرة في التحرير منذ أسبوع, بيروت تمنع أصالة من المشاركة في إكس فاكتر, هيفا وهبي حامل. ونبدأ نشرتنا الفنية من مشاهير السينما, وين يحضر الفنان محمد سعد الشهير باللمبي فيلم جديد احنا اللي وقعنا النظام, وهو فيلم كوميدي يحكي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اللي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة بعد ثورة 25 جانفي, وباش يقوم محمد سعد بدور المعلم ناصر, الشخصية الفكاهية اللي تتحدث على كل شيء ومش فهمة شيء, وهي شخصية مش غريبة على محمد سعد اللي عودنا بالفكاهة والكوميديا اللي شفناها في فيلم الناظر, اللمبي اللي بالي بالك, واللمبي ويجيجا. ونبقى في مصر, ومع الأحداث اللي تعيشها مصر مؤخرا في ميدان التحرير وتفاعل الفنانين المصريين معها, من بينهم الفنانة منى زكي اللي أكدت أنها باش تشارك في تظاهرات الجمعة حتى تتحقق أهداف ثورة 25 جانفي, ونشدت منى زكي كل المصريين للخروج للميادين في المحافظات باش ما تضيعش أهداف الثورة, واعتبرت أنه مصر أكبر من كل تيار أو حزب. وأكد زوجها الفنان أحمد حلمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه باش يشارك للمرة الثالثة على التوالي في مدة أسبوع في ميدان التحرير, وخرج أحمد حلمي في مسيرة عديدة تندد بإعلان الدستوري, وأول ظهور لأحمد حلمي في التحرير كان مع زوجته منى زكي في مظاهرات اللي سبقت تنحي مباركة. ومن مصر باش نمشي وما بعدنا لبيروت, وين أعلنت الفنانة أصالة عن عدم مشاركتها في برنامج المواهب إكس فاكتر بالرغم من تداول اسمها ضمن لجنة التحكيم بالبرنامج, إلا أنها تراجعت وقالت أنها مش مستعدة للحضور للبنان في الوقت الحالي, والبعض يقول أنه الخلافات المالية هي العائق من عدم المشاركة. صحيح أنه أصالة تراجعت عن مشاركتها, لكن مفاوضات مسؤولين عن البرنامج نجحت في الحصول على موافقة إليسا كارول سماحة والكفورية, ونذكر أنه إدارة البرنامج ما زالت ما تحصلتش على موافقة ثامر حسني. ونفوا نشرتنا الفنية مع الفنانة هيفا وهبي, واللي بعد طليقها من رجل أعمال المصري أحمد أبو هاشيمة ترد أخبار تقول إنها حامل تنتظر مولود من طليقها. الخبر هذية نشرته عديد المجلات الجانب تصريحات ليلى عبلطيف العرافة اللبنانية المعروفة بتكهناتها, واللي قالت إنه هيفا وهبي حامل, وأكدت الخبر هذا تصريح هيفا وهبي اللي قالت إنها مش مستعدة تكمل حياتها وحيدة بعد الطليقة. الأشهر الجاية إن شاء الله باش تبين لنا حقيقة الشائعات هذية. وهكا نكون وصلنا لآخر أخبار نجومنا اليوم, نتلقاه إن شاء الله الجمعة الجاية. نحاولوا ديما من خلال فقراتنا من خلال ضيوفنا نعطيكم شنو فما جديد على الساحة الوطنية تقريبا في مختلف الولايات, معناها وين يكون عنا المعلومة على ولاية معينة فيها نشاط تكون موجودة معنا في اللي معنا. نذكركم برقم الفاكس حتى تراسلونا, مرحبا بكم الكل على رقم 70-944-935 وإلا 70-944-919, نجموا تعطيونا فكرة على الأنشطة المستقبلية متاعكم في الفترة القادمة, وإحنا نفسح المجال للتغطية الإعلامية والاستضافات لتقديم المعلومة وتسليط الضوء على مختلف أنشطتكم بكامل ولايات الجمهورية. نحكي توا على جمعية علوم الفلك اللي بشكون فيها وعند
عندها تنظم إن شاء الله ملتقى من نهار 16 حتى نهار 20، هو الملتقى الأولاني اللي يصير في تونس على الفلك وعلوم الفلك. وحاضر معنا سي سوفيان كمون رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. صباح النور. مرحبا بك. جيتنا من سوسة؟ لا، جيت من تونس. من تونس، مرحبا بك. الملتقى باش يصير في سوسة، علاش؟ أما الأهم من المنطقة، الملتقى الأول هذية هي تنفسروا شوية للناس بداية سي سوفيان، أنه علوم الفلك ما عندهش علاقة بالأبراج وبالتكهنات وبرج الجدي وبرج القوس وإلى آخره. هما الأبراج كمجموعات من نجمية موجودة. نعم. موجودة في السماء، لكن احنا كجمعية تونسية لعلوم الفلك، علم الفلك هو علم صحيح معتمد على أسس علمية رياضية، رياضيات. نعم. وفيزيائية، يقابلوا التنجيم اللي معروف عند العامة. واللي كان نجم نقوله أنه تاريخيا كان موجود، علم الفلك والتنجيم كانوا مرتبطين ببعضهم، لكن كيف العلوم الصحيحة تقدمت، علم الفلك ولا علم صحيح بذاته ويختص بدراسة النجوم والكواكب فيزيائيا. نعم. وحتى كيميائيا. يبقى دائما الفلك وعلوم الفلك حاجة ما هيش واضحة برشا في ذهن التونسي، ديما حاجة غامضة معناها، ونحبوا نعرفوها وين نلقاو موضوع الفلك، نحبوا ننتبهوا نشوفوا شنو العالم الغريب هذايا. ويظهر لي تشطرني الرأي على خاطر سيادتك كارديولوج، ومن عام 93 ملت شوية للعلوم هذية وقريتها ولا تعمقت فيها ولا تعرفت عليها أكثر. شنو اللي فما في الفلك ممكن يشد برشا الإنسان بصفة عامة وشد برشا التونسي ويخليه يقبل على دراسته؟ هو علم الفلك بطبيعة أنه الكون في حد ذاته ثم فيه نوع من الغموض، يجعل أنه الإنسان عنده هيك الرغبة ويتوق باش يتعرف على الأسرار اللي والنواميس اللي موجودة في الكون هذا. من ذلك الإنسان أول ما بدأ نظر للنجوم، حاول باش يعملهم في أشكال، عمل كوكبات، عمل أبراج، عمل حكايات وأساطير بيناتهم. نعم. بشوية بشوية تقدمت العلوم وتمكن أنه باش يتعرف على كيفاش تكونت الأرض، كيفاش تكونت الشمس وكيفاش تكونت بقية النجوم وتطور متاعها وحركة الكواكب وإلى آخره. نجم معناها تفسرنا شوية تأثير حركة الكواكب على الأرض؟ نجم تعطينا فكرة باغ اكزومبل على حالة الأرض، على يعني الكوارث الطبيعية ربما تنجم تصير على الأرض في الفترة القادمة هذه من مشمولات علوم الفلك؟ لا، مش مشمولات علوم الفلك، لكن مشمولات المرصد الوطني للرصد الجوي. المعهد الوطني نجم نقول الكوارث الطبيعية تنقسم عدة أنواع، ثم الكوارث الناتجة عن نشاط الزلزالي والبركاني، ثم الكوارث الناتجة عن الأعاصير والأمطار والفيضانات والجفاف كذلك. تنقسم الكوارث الطبيعية، لكن في حد ذاتها ما ثماش ظواهر مرتبطة بالكواكب تنجم تتسبب في كوارث طبيعية، خاصة من النشاط الزلزالي اللي ساعات يحكيوا عليه في بعض البرامج الوثائقية ولا حتى في بعض الصحف والمجلات. كيف يبدأوا كواكب على استقامة واحدة يقول لك أنه ثم زلازل اللي تنجم تقع. هذا غير صحيح علميا، غير مثبت علميا. غير مثبت علميا. نحكيوا ميلا توا على الملتقى الأولاني اللي باش يصير في تونس، تحديدا في سوسة. في سوسة هو الملتقى من 16 ل 20 هو الملتقى الأول. شنو هو باش تتناولوا كمحاور في الملتقى هذايا؟ ويعني شنو المواضيع اللي باش تطرقوا لها وتراو أنه من خلالها تنجموا تشدوا أكثر انتباه الناس ويقبلوا عليكم بعدد كبير؟ هو الملتقى في حد ذاته تعمل، كانت الفكرة أصلاً هي الدار الشباب بسوسة، وخاصة السيد عمر السيد اللي كانت عنده الفكرة، وبفعل الشراكة اللي موجودة بين جمعية تونسية وعلم الفلك والدار الشباب بسوسة مشينا في نفس الاتجاه مع بعضنا، وتمكننا من استدعاء بعض الشخصيات الفلكية العالمية، خاصة من فرنسا نعم. والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا،
باش يحضروا في الملتقى هذايا اللي هو الملتقى الأول لعلم الفلك، الملتقى الدولي الأول لعلم الفلك اللي باش يتطرق لمحور الكواكب. باش نقوموا بمحاضرات للمولعين بعلم الفلك فيما يخص محور الكواكب. هناك عدة محاور للكواكب، هناك أيضا ورشات تطبيقية وسهرات فلكية باستعمال المراقيب والمقاريب الفلكية للتلسكوب والمناظير الفلكية كذلك. وفي النهار إن شاء الله كان نجمنا نعمل رصد الشمس باستعمال تلسكوب خاص. نعم، يمكن رصد الشمس هو جديد، لأنه اللي تحكي لي فيه سوفيان عادة يكون من ضمن البرامج اللي موجودة في مدينة العلوم. شنو الفرق اللي باش يتخلق في الملتقى هذايا مقارنة بمدينة العلوم والأنشطة اللي تقوم بها مدينة العلوم وقت اللي صغيرات يجيوا معهم أوليائهم باش يحكيوا لهم على الكواكب وعلم الفلك؟ هو النشاط اللي تفضلت به مدينة العلوم هو نشاط تبسيطي للأطفال والشباب. احنا النشاط اللي باش نقوموا به في درجة أكثر شوية بروفيسيونيل، أكثر ماهوش بروفيسيونيل على خاطر ساسون دي معناتها هما هوات اللي باش يحضروا الكل، لكن هناك بعض النقاط اللي يقع التعمق فيها. نعم. ودراستها وإعداد أشغال تطبيقية. نعم. لي في كيفية بعض الظواهر الفلكية وتطبيقها على رصد فلكي اللي إن شاء الله باش نقوموا به في الليل. باهي، باش نحكيو زادة، أعطيني فكرة، مش باش نحكيو بالتفاصيل، ولكن لو 12/12/2012 فما تظاهرة، 12/12/2012 بمنطقة دوز، فما التظاهرة أيضا باش تقوموا بها، أعطيني عليها فكرة. هي ثم تظاهرة باش تقوم باش نكونوا نعملوها في النهار 12/12/2012 ما تتعودش كان مرة في القرن. إي. هي تظاهرة ثقافية وعلمية، جمعية وسائل علم الفلك باش تكون حاضرة فيها إن شاء الله بفضل ثلة من المنشطين نتاعها، وهي تظاهرة للعموم. نعم. باش نقوموا بها فيها إن شاء الله برصد الشمس وبحصص لمحاكي السماء. سي سوفيان، نجم نختم بسؤال، ما نعرفش عندكم الإجابة ولا لا، الإشاعة اللي دور في العالم أجمع أنه نهاية العالم 21 قديش يقولوا؟ ديسمبر 2012. فوالا 21 ديسمبر، يعني تنجموا تجاوبونا فلكيا؟ الإجابة قطعا لا. نهاية العالم يعرفها كان ربي، لكن طبعاً. لكن 21 ديسمبر 2012 على حسب معناتها الادله العلميه المتوفره ماهوش باش يكون نهايه العالم، وحتى اللي قاموا ببرامج وثائقيه في السياق هذايا برامج وثائقيه علميا المنهجيه العلميه تفتقد للموضوعيه هي اصلا، لكن الادله اللي قاموا بها كل الادله خاطئه ما فيها اصطدام كوكب الارض لا، واستقامه الكواكب الكل، استقامه الكواكب الكل هو تتعمل مره كل 143 مليار سنه. اذا عرفنا انه الكون تقريبا عمره توا 10 الى 15 مليار سنه معناتها عمرها لو وقعت، وكثره الزلازل في الفتره هذه كما ترون ما ثمش زلازل كبيره الى حد الان. نعم. ومعناتها هي معناتها عباره على اشاعه الغرض منها معناتها ترهيب الناس لا اكثر لا اقل دون اي ما فماش حتى أساس مرجعيه علمية. حتى اساس علمي صحيح. اخر كلمه باش نخدموا معاك بها سي سوفيان كامون رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك، نخلي لك في الختام تقوم بدعوه للناس اذا تحب للملتقى وللتظاهره بدوز. التظاهرة بدوز، مرحبا بكم الناس الكل يوم 12/12/2012 بدوز نهار الأربعاء الجاي إن شاء الله للتعرف على علم فلك. نعم. وأدعو كل الشبان المولعين أيضا لزيارتنا في سوسة بين 16/20/2012 بالدار الشبابي سوسة. نعم. للتعرف أيضا على محور الكواكب وبعض الأشغال التطبيقية.
نعم، وجميل جدا انه نشوفوا اشرطه وثائقيه اجنبيه ما تكونش صحيحه والمعلومه الدقيقه تجينا من تونسي، لانه اغلب الاشرطه هذه الوثائقيه سي سفيان يتباعوا بثمن غالي برشا لبعض القنوات المختصه في بث الاشرطه الوثائقيه، دونك ربما يكون الهدف تجاري برشا وقت اللي نعملوا شريط وثائقي فيه ضجه فيه صدمه فيه شوك، دونك يتباع بالغاليه. كما اخذنا المعلومه الدقيقه من عند سي سفيان كمون ان شاء الله لباس معناها 21 ديسمبر لباس بقدرة ربي، وطبعا الباقي وعلم الغيب يبقى عند ربي. جزيل الشكر ليك، شكرا للحضور معنا سفيان كمون رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. مازلنا مواصلين نشوفوا فقرة حدث وتاريخ ثم نواصل استقبال ضيوفنا في هذا اللقاء، تفاصلوا. في 8 ديسمبر لعام 42 و500 ألف ولدت الملكة ماري ستيوارت ملكة اسكتلندا. والملكة ماري ستيوارت هي ابنة الملك جيمس الخامس ومن أم فرنسية الأصل. قامت أمها بتزويجها من فرانسوا الثاني وأرسلتها لتعيش في البلاط الفرنسي، وعادت ماري ستيوارت إلى اسكتلندا بعد وفاة زوجها لتدير شؤون البلاد، وكانت الأفكار الجديدة التي حملتها موجهة للإصلاحات التي بدأت تتغلغل في أوساط النبلاء. وفي 8 ديسمبر لعام 41 و900 ألف أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الحرب على اليابان والدخول في الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء، وذلك بعد يوم واحد من الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر الأمريكي. وتكون الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قد انضمت للحرب بعد سنتين من اندلاعها عام 39 و900 ألف. وفي 8 ديسمبر لعام 49 و900 ألف تم تأسيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والأونروا هي مؤسسة فلسطينية غير حكومية مقرها الدائم القدس ومقرها المؤقت مدينة غزة. تأسست بمبادرة من الناشطين الفلسطينيين، ويتسع مجال عمل الهيئة لتشمل كافة المجالات المرتبطة باحتياجات اللاجئين في الداخل والخارج. وفي 8 ديسمبر لعام 80 و900 ألف توفي المغني الإنجليزي جون لينون، وقد تم طعن المغني المعروف على يد شخص مختل عقليا يدعى مارك شابما. وكان جون لينون مغني وشاعر وعازف جيتار لفرقة البيتلز، عاش مع زوجته في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت أغلب قصائد أغاني الفرقة من تأليفه. ثم ما نعرفش كان بديتوا كأولياء تفكروا في العطلة وشنو البرامج اللي باش تعملوها لصغاركم، كيفاش باش تحوصوا بهم، كيفاش باش تفرهدوهم، ولو انه حتى الدنيا باردة شوية ولكن صغير يزموا يتفرهد ويخرج. احنا بدينا نفكروا ديجا في العطلة وفكرنا قلنا مدينة العلوم زعما شنو البرامج متاعها في العطلة الشتوية، وكخممنا في مكان يكون مغلق ينجموا الصغار يتقابلوا مع صغار اخرين وفي الانذيت تنجم تكون فما المعلومة. وفي الآن ذاته أيضا النشاط بتاع مدينة العلوم هو اللي فرض نفسه في اللي معانا، بما أنه كانت فما ندوة دولية حول العلم في ودوره في التنمية المستدامة. يحضر معانا اليوم سي سليم لفقي حتى نحكيه أكثر، وهو كهيئة مدير الشراكة بمدينة العلوم ومنسق الندوة هذه. سي سليم صباح النور، مرحبا بك. صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بالجمهور. يعيشك. اسم الندوة صعيب شوية، الندوة الدولية اللي حول العلم، ولو اني حول في العربية غلطة نقعد ندوروا معنا، الندوة الدولية اللي دور العلم في التنمية المستدامة، صعيبة شوية، لازمك تفسر لنا قبل ما نشوفوا الندوة. هو العنوان هذايا غلط، مش هذا هو العنوان. مش هذا هو العنوان، صلحلنا يا سيدي. هو المؤتمر الثالث أو الاجتماع الثالث اللي ربط مراكز العلوم لشمال افريقيا والشرق الاوسط. نعم. التظاهره هذه تتم كل سنتين. بدات انطلاقتها من مصر ثم الكويت. معناها فما شراكه مع الدول العربيه هذيا؟ بالطبع. نحكي شويه على الرابطه، الرابطه هذه تتم مراكز كما قلت لك مدن العلوم بشمال افريقيا والشرق الاوسط. نعم. إذا فيها الكويت، العربية السعودية، مصر، تركيا وتونس. نعم. كل سنتين يصير مؤتمر. المؤتمر هذا صار أول مرة في الإسكندرية بمصر سنة 2008. ثم سنة 2010 في الكويت.
وسنة 2012 صار في تونس. اللقاء هذا شو الهدف منه سيسلي؟ معناها هو تبادل خبرات، هو مجرد اطلاع على ما يدور في هالدول العربية هذه؟ شنو الهدف من التلاقي مع الدول هذه اللي فما شراكة معهم زيد؟ بالضبط. المؤتمر هذا فيه ثلاثة جوانب. هي جلسة عامة في أساسها. حول الجلسة العامة هذه يصير ندوة علمية كبيرة يحضروا فيها عديد الخبراء والمختصين في مدن العلوم أو بصفة عامة تتناول موضوع معين. السنة هذه في تونس اختير لها موضوع البيئة والتنمية المستدامة. البيئة والتنمية المستدامة. وهذاك علاش أنت عطيت بكري الموضوع. عطيت كلمة العلم في بلاصة التنمية. معناها هي الندوة الدولية للبيئة والتنمية المستدامة. به دونك غيرت كلمة البيئة بالعلم. أنا مش مشكل به. الندوة هذه كيف نرجع نفس سؤالي. الاسم تاعها صعيب برشا ديجا، مش الناس الكل يعرفوا إيش معناها التنمية المستدامة. دونك يظهر لي فما كان أهل اختصاص في الندوة اللي هي مفتوحة لعموم الناس. هي مفتوحة. اولا فيها كما قلت لك ثلاثه جوانب. فيها الندوه الدوليه هذه، فيها معرض دولي يعرض فيه الاخيان سواء مختصين في صنع مع الوحدات العلميه لمراكز العلوم او جمعيات من المجتمع المدني. ثم فيه جلسه عامه يصير فيها اختيار نوعا ما اذا المجلس الجديد للرابطه هذه. الندوه هذه اللي اخترنا لها معناتها موضوع التنمية المستدامة والبيئة يحضروا فيها عدة مواضيع. مواضيع تهم التنمية والبيئة في مراكز العلوم. نعم. أو حول مواضيع أخرى تهم البيئة والتنمية المستدامة. حضروا فيها خبراء وأخصائيين تقريبا من جميع انحاء العالم. كي نقولوا نحكيوا على البيئه اش معناها؟ نقولوا والله البيئه مهدده بالتلوث، يلزمنا نقصوا من المصانع، معناها شنو النقاط اللي يتم تناولها ونخرجوا من هالندوه الدوليه هذه على البيئه والتنميه المستدامه بقرارات جريئه ربما لحمايه البيئه؟ حتى نزيد نوضح لك اكثر الموضوع. اذا هي باش تكون تعدى الندوه في شكل مع سيشن ديسيسيون عده مواضيع تناولتها، منهم مثلا كيفاش مدن العلوم هذه تتناول البيئه او كيفاش تطرح البيئه لتوضيح مسائلها للعموم في مراكز العلوم. هذه حاجه. ثم ربما المشاغل او المشاكل الكبرى للبيئه في العالم شنو هي؟ ذاك علاش يجي ويحضروا فيها مختصين كما قلت لك سواء من مراكز العلوم او مختصين كخبراء في الميادين هذه، وتم طرح عديد الاسئله ثم نقاشات واستنتاجات معناتها اشارات ربما للدول ولا للمجتمع المدني الى غير ذلك. الغايه منه اكثر تحسيس منه شيء اخر. نعم، احنا باش نشوفوا اهم ما جاي في الندوه هذه، الندوه الدوليه اللي كان محورها البيئه والتنميه المستدامه، حضروا فيها برشا خبراء من تونس او من العالم، محور الحديث كان البيئه، كيفاش ممكن نهتموا بها اكثر، ومجرد رسائل لرائدي البلدان في العالم والا زعماء البلدان والرؤساء. نشوف أهم ما جاء في الندوة ثم نعود لمواصلة الحوار. إطار الاجتماع الثالث لشبكة مراكز العلوم بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، نظمت مدينة العلوم ندوة دولية حول موضوع العلم من أجل التنمية المستدامة الإقليمية، وذلك بحضور خبراء عالميين مختصين في البيئة والتأطير العلمي وعدد من الجمعيات الوطنية والدولية. الندوة هذه فيها قرابة 50 مداخلة، فيها 15 دولة ممثلة من جميع أنحاء العالم،
فيها قرابة ما بين 150 200 مشارك في الندوة هذه. وعندنا كذلك مع الندوة هذه عندنا معرض نقدموا فيه وحدات علمية اللي هي عندها علاقة وسيلة بالتنمية المستدامة. زاد المعارض العلمية هذوما يعني من عدة دول في العالم. كلنا الحقيقة لازم نبقى على دراية بها كيف نحافظ على البيئة، كيف أن إحنا نتقدم من غير ما نبوظ البيئة اللي إحنا عايشين فيها. إحنا يمكن جايين كمان النهاردة علشان يبقى في علاقة بين الشمال والجنوب. طبعاً الدول الأوروبية متقدمين عندنا في مجال توصيل العلوم، عندنا دول أوروبية مشاركة كتير جداً من فرنسا، وعندنا أمريكا كمان مشتركة علشان نقدر نستفيد من خبراتهم. وعن دور مراكز العلوم والبحث في التحسيس بأهمية المشاكل والمخاطر اللي تتعرض لها البيئة. مراكز العلمية أو مراكز العلوم أحد مكوناتها أو أحد أنشطتها المهمة أو الرئيسية العناية بالبيئة والعناية في يعني كل ما يتعلق في البيئة مع المواطن. الآن يوجد في كل الوطن العربي هناك كثير من يعني البيئة الآن تدمر ودمرها الإنسان بنفسه، ليس في العالم العربي فقط إنما في العالم كله، لكن هناك في جهود لإعادة هذه البيئة إلى يعني مسارها الصحيح. ومن أهم أهداف الندوة هو تحسيس السياسيين باش ياخذوا بعين الاعتبار المشاكل هذوما في المستقبل. هيبقى سيشن كمان عن المدرسة، هنعمل مدرسة لتعليم الناس اللي عايزة تعمل ساينس سنترز، اللي عايزين يعملوا انيميترز أو فاسيليتيترز هندربهم، ودي هيبقى إن شاء الله الهوست بتاعها في إيطاليا. الحقيقة في شراكات كتيرة جدا هتطلع من هذا المؤتمر. وبمناسبة الاحتفال بالسنة الدولية للبيئة، أكد السيد خالد غديرة مدير عام مدينة العلوم أكد على ضرورة مواكبة كل ما يقع في العالم من مستجدات علمية. احنا الهدف متاعنا من هذا هو باش نواكب الأحداث هذا. مثلا السنة هي السنة العالمية للبيئة، وذاك علاش اخترنا احنا الموضوع هذا باش نحكيه عليه. السنة زاد عملوا ريو زايد 20، وقعت في ريو دي جانير، وقعت في جوهانسبورغ، واحنا توا في تونس نحكيوا على الموضوع هذا. احنا الدور نتاعنا ديما ناخذه باش نعرفوا باش نعمقوا ونزيدوا خاصه نحسوا. مازلنا مواصلين الحديث مع سليم الفقيه منسق الندوة هذه، الندوة الدولية للبيئة والتنمية المستدامة. آخر كلمة لفتت الانتباه، هل يكفي سليم التحسيس وأيضا يعني المشاركة المصرية قالت نحاول نخرج بحلول أو نستخلص العبارة وبعد نلقاو حلول؟ شنو هو الحلول اللي نجم نلقاوها مع الدول الأخرى اللي كانت موجودة وسيادتك أيضا كهيئة مدير الشراكة بمدينة العلوم؟ وهل يكفينا أن نحس الآخر بضرورة حماية البيئة في اليوم في السنة العالمية للبيئة؟ هو صحيح ما يكفيش التحسيس، لكن احنا دورنا تحسيسي بالأساس، ثم السياسي إذا كان يتم تحسيسه غاديك أنه بلغنا الأهداف متاعنا. لأنه ما يكفيش وأنه نحسوا الناس، لابد وأنه السياسي هو النقطة الأساسية اللي يكون متحسس للمسائل هذية باش يتم تغيير. احنا دورنا نبلغوا المعلومه هذه، المجتمع المدني يزيد يواصل هو بنفسه، ربما عنده اكثر نفوذ خاصه بعد الثوره نتاعنا. نعم. ثم في اطار التبادل مع الدول الاخرى كذلك نسعى للقيام باعمال او بانشطه مشتركه في نفس المجالات أو في مجالات أخرى كذلك باش نزيدوا نعمه، خاصة وأنه أحنا التوانسة نمتاز ربما على الدول الأخرى في المجال هذا. لدينا من الخبرات بارك الله ما شاء الله، لدينا من التجارب ما شاء الله، وحتى المعرض أبرز الشيء هذا بحكم تواجد معناتها الجمعيات نتاعنا، بحكم تواجد المؤسسات الوطنية كذلك فيه. نعم سليم، أعطيني فكرة في عطلة الشتاء بالنسبة لصغيراتنا، فمش برنامج خاص كما عودتنا دائما مدينة العلوم، وفي ختام اللقاء نتحدث على بعض الأنشطة المستقبلية لمدينة العلوم بتونس.
بالنسبة للعطلة هذه سائر العطل السابقة، إذا هناك برامج مكثفة الفضاءات العلمية. في الفضاءات العلمية كذلك يتم عروض وأشرطة إذا سينمائية للأطفال. نعم. سواء بالاختيار أو متواجدين حسب برنامج مكثف من الأنشطة. ثم ربما حدث نقولوا عليه من بعد هو فتح القبة الفلكية نهار إن شاء الله نهار 20 ديسمبر للعموم في شكل جديد. القبة الفلكية باش تصبح رقمية وباش يكون في حلة جديدة. ولا في حلة. نيو لوك. هي بالنسبة للعطلة. نعم. إذا هي دعوة للأولياء باش يصطحبوا وليداتهم، للتلاميذ باش يزورونا إلى غير ذلك. نعم. هذا في خصوص العطلة. في خصوص البرامج المستقبلية. نعم. لدينا عدة برامج. من بينها القرى. لعل من أهمها أنا نقول القرى العلمية اللي إن شاء الله باش تنطلق بعدد تقريبا 5 قرى علمية. نعم. باش نبداو ربما بوحدة ولا باثنين. يعني مدينة العلوم هي الأم وذوكم صغيراتها في برشا ولايات، هكا اللي فهمت. هما القرى العلمية باش يكونوا في شكل مدينة علوم مصغرة فيها تقريب كل مكونات مدن العلوم. نعم. وباش يكونوا في الولايات اللي خرجت منهم الثورة. لسببين. أولا مساهمة من مدينة العلوم لتقريب المعلومة. نعم. للجهات هذيك. نعم. ثم نساهموا في انتداب باش يكون انتداب المؤطرين العلميين والعمل. نعم. لكل من المناطق هذيك. يتم تكوينهم في مدينة العلوم. ثم رجاح من المناطق هذيك. نعم. باش يتم الأنشطة نتاعهم. نعم. وأيضا في إطار المركزية لأنه قاعات سينما في السواحل وفي العاصمة، كل شيء في العاصمة، أكبر المستشفيات كذا، دونك باهي في إطار المركزية. يعطيك صحة سليم الفقيه كهيئة مدير الشراكة بمدينة العلوم ومنسق الندوة الدولية للبيئة والتنمية المستدامة، حابين نعطيكم فكرة وجيزة باش يعني دعوة هي باش تكونوا حاضرين بمدينة العلوم في عطلة الشتاء كزيارات وفسحة تثقيفية. الصغيرات اللي احنا فكرنا فيهم راهو ديما كيما كل نهار سبت عندهم يقولوا لنا من خلال فقرة جاردان دونفون، نشوفوا. رسم كبير دوليا، شنو وقعت ترسم؟ كان ترى وريني ورينا نحيدك خلينا نشوفها. محليها محليها الكهرباء وكهرباء. شنو هو بحذاها هذيك؟ شنو هو هذيك؟ راس. راس شنو يعمل راس هذيك؟ هو باش يسوقها. عسلامة. عسلامة. شنو حوالك؟ حوال هوك حتى الحتى انت يا وعاملة مكياج زيدة. شكون عملوا لك هذا؟ ستي. محليك محليك. شنو صورت لنا اليوم؟ شنو هذا؟ بحر. شنو فيه؟ حوتة. حوتة. بحر كيما في حوتة واحدة؟ اي. وفوق التصوير هذيك شنو فما؟ حتشة. حتشة. هيا باش تصطاد الحوتة. ايه باش تعمل بيها العشاء الليله. شنو باش تعيب؟ حوت. حوته. شنو قاعده ترسم؟ اسكوزا حلوانا. تغني لي غنيه. ما عنديش. تعرفش تغني انت؟ عني تعرفش تغني؟ كيك. وليدي شنو رسمت لنا؟ هذي علوش وهذي باش نعمل لنا ورق. قداش عنده من سيق هو؟ 5؟ اي. علوش عنده 5؟ اي عنده 5. مش عنده 4 هو؟ في بالي شي هو 5. دونك نحي واحدة. لازم تنحى واحدة. هذا الأم.
هذيك ولدها شبيه وبعيد على ماما على خاطر هو يحب ياكل وهي ريقتها مزيانه. شنو اسمها يا بلقيس؟ سميك بلقيس ماما ولا بابا؟ ما نحب نعرف شنو تعشيت. نخي نخي شكون طيبها؟ ما وشنو واخر؟ كها عم نخدم في البولو. وين؟ في البولو بانكا؟ ده عندك برشا فلوس ها؟ اي وعليش اخترت البنك؟ على خاطر باش نشري الفلوس تراضي خسرت ومصر هزت الكوب نحب تراضي. نرجع في ختام اللقاء. حاضر معنا المنشد الديني الفنان عبد الله ذوادي اللي كانت عنده مصافحات من خلال يلي معنا اليوم يحضر معنا في إطار آخر باش يحكي لنا على الحفل اللي باش يكون حاضر فيه اللي تنظمه جمعية التغذية بلا حدود. حضور منشد ديني في حفل يعني ماهوش نهايه السنه وماهوش عيد معين مناسبه معينه ولكن يعني جمعيه تنظم الحفل هذايا. صباح النور سي عبد الله، مرحبا بك. بارك الله فيك على الدعوه هذه. يعيشك، مرحبا يا سيدي. بربي قبل كل شيء حبيت توا معلومه خرجت في الفيسبوك خنحطوا الحكي في اطارها الناس اللي تبعوا فينا وحتى هوني قبيله في الكواليس ربما احنا باش نكونوا سابقين في الاعلان على الخبر. يقولوا من البارح في الليل انه الفنان سمير لوسيف عمل حادث والا توفى وبرشا كلام. المعلومه صحيحه باش تجينا توا من عند سي عبد الله بما انه هو قريب سمير لوسيف. تفضل سي عبد الله. خرجت معلومه لما نبيدي تفاجأت واتصلت به موجود لباس عليه والحمد لله، زاد مدير أعمال ويكذب الخبر هذا كنت نحكي معه. نعم. نقوله يزيهم الدعايات ويزيهم ناخذ خبر صحيح ومعلومة خاطر عنده أهل. نعم. وعنده أقارب وعنده بالحق تجعنا. حبيت نحكي إن شاء الله في الحفل. على الحفل يوم الجمعة 14 ديسمبر. نعم. عندنا عرض اسمه محمد نبينا تنظم. نعم. الجمعية التونسية للتربية الغذائية. نعم. العرض هذا ما عندوش مناسب على خاطر احنا يلزمنا الفنانين نقوموا خاصة بعد الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم والفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. حبيت بدوري باش نقدم العرض هذا. نعم. وكذلك المصالحة بين التونسيين اللي ولوا كفر في بعضهم وإحنا تونس 99% دونك هي دعوة للتسامح. فهمتني؟ نحب يكون العرض هذا للتصالح والتسامح وتونس بلد وسطي ونعتز كانوا يكونوا وسطيين. العرض هذا كله سلات عني به. نعم. نتمنى الحضور يكون مكثف. الأسعار تذاكر رمزية ما هيش غالية. نعم يعطيك الصحة. دونك الموعد نهار 14 إن شاء الله ديسمبر إن شاء الله بالمسرح البلدي. نعم. جزيل الشكر لك مصافحة وجيزة. فقط حتى أحكينا في زوز نقاط صغيرة إن شاء الله في مصافحات الفيزياء القادمة نمشيو بحظة سليم نشوفوا ريكاب للأطباق متاعنا. نمشيو مع سليم به نختموا حلقتنا بحذية أنيسة زيدة. سليم عندك 30 ثانية اش قولك؟ شربة عدس كيف تد حسين باشا تريف دو شوكولا محشية بالشمال. نعم. أقل من 30. نعم. أنيسة مخلوف زيدة حب نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك الفنية. إن شاء الله نشوفوك في أعمال خاصة بيك. هذا نحضر توا في إنتاجات خاصة. نعم. مع ياسين زنيقي. نعم. وبرشا يعني ملحنين ان شاء الله. نعم. مرحبا يا لنا. الابواب تبقى دائما مفتوحه. كل التوفيق ان شاء الله. حظ موفق. هذه كانت حلقتنا بالنسبه لليوم. نتقابلوا الجمعه القادم تمام 9 صباحا في موعد جديد. ما بقى لي كيف شو نقول لكم متابعه طيبه لبقيه برامجنا. اجمل تحيه اسره البرنامج. تحيه توصلكم من ايمان جلاسي مزالي. في الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نختم بغنية نحبها برشا. باي. وغيب حبك ما بقلا بغنينا وبدقلا وغيب حبك ما بقلا حطها عراشي من فوق قدام العالم كله غني
بقلة وغير بحبك ما بقلة بغني لا وبدقلة وغير بحبك ما بقلة حط عراسي من فوق قدام العالم